بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ويمضي الأهلي قدما ما شاء الله مرة أخرى، تعالوا نفرح. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. تأخرنا عليكم لكن أعتقد كله من أجل البلاس 90 يهون، لأنه النهاردة الأهلي بيواصل انطلاقته القوية جدا في المسابقة المحلية وبيستعد بقوة للمرحلة اللي جاية. عشان كده حلقة النهاردة حلقة مهمة فيها أربع عناوين. في بلاس 90 وصلنا لل 39، قرعة الأميرة والهدوء الواجب، 45 عاما وكوكب الشرق لا تزال تتلألأ. أصل الحكاية ورضا عبد العال من الألف إلى الياء. وأخيرا المفاجأة عندما يكون الأهلي ليس بطلا للدوري. منذ قليل انتهت المباراة العصيبة الصعبة اللي تمكن بيها الأهلي من فك عودة. البعض شاف ان هي عقده مستديمه، البعض شاف ان عقده مستعصيه، البعض شاف انه بيراميدز الضيف الجديد على المسابقه منذ الموسم الماضي ما سبقش انه خسر من الاهلي. اليوم وفي بلس 90 وصل الاهلي للنقطه 39 وفك هذه العقده يا باشمهندس. بقى اليوم انا الحقيقه كنت انا لا ارى عقده، هي هزائم ثلاث غير مستحقة بفعل فاعل، وقلنا هذا الكلام وأثبتناه أكثر من مرة. اللي كان مخوفنا أن ترسخ في نفوس اللاعبين كعقدة، لكن هي مش عقدة. في كل الماتشات اللي فاتت التفوق والجدارة كانت في صالح النادي الأهلي. هنناقش طبعا، ماشي، بدل ما هنناقش نأجل هنناقش المباراة بكل تفصيلاتها، لكنه زي ما قلت لكم المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة، مرحلة مضغوطة جدا. اتحاد الكورة النهاردة طلع بيان يا باشمهندس، أو طلع ما يفيد القرار بأنه مباراة القمة في 24 نوفمبر، مباراة الأهلي والزمالك في موعدها يوم 24. كان نادي الزمالك تحدث بالأمس عن رغبته في تأجيل هذه المباراة، لكن الاتحاد أعلن في بيان النهاردة أنه المباراة في موعدها ولا نية للتأجيل. شوف، اتحاد الكرة عاد يرسخ لقاعدة، بس يا ريته كان رسخ لها من أول الموسم. يعني أنت نرجع نقول لو لعبنا الماتش ده في ميعاده كنا خلصنا، كانش فيه داعي لأي حاجة، وكان بقى الاتحاد ماشي بالعلامة الكاملة في استقرار المسابقة. لكن لما نيجي النهاردة نحمل المباراة دي على لقاءات حاسمة إفريقية للفرقتين، وبالصدفة تكون المواجهه بينهم وبين بعض، وبصدفه يكون قبليها هيلعبوا بعض، يعني هنا بندفع احنا وزمالك ثمن على الاقل الاهلي ملوش ذنب فيه. طيب، هي المرحله الجايه مضغوطه جدا، لكنه الاهلي طبعا من خلال لجنه التخطيط ومن خلال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المفوض بالاشراف على الكوره مع الجهاز الفني بيعيد ترتيب كل الامور الخاصه بالمرحلة المضغوطة، لأنه مرحلة لو قلت لكم حجم الارتباطات في أقل من شهر، ومهم جدا أن كابتن خطيب هيحسم هذه الترتيبات خلال الأيام القليلة القادمة، لأنه كمان هيستعد للسفر إلى فرنسا لمعاودة الطبيب الفرنسي والاطمئنان على حالته الصحية. كابتن خطيب كان الفترة اللي فاتت بذل مجهود كبير جدا، برنامجه العلاجي بالظبط. المشكله ان كابتن الخطيب ومجلس الاداره الجهاز الفني ولاعبوه على طول حبوا تحت هذه الضغوط، لان مفيش وقت. الحقيقه ان مفيش وقت، وده اللي يقودنا ان يا جماعه هو احنا يعني ازاي مش واخدين بالنا، او واخدين بالنا وعمالين نتجاهل هذا العنصر، عنصر الضغط المستمر المحلي والافريقي والافريقي والمحلي، وكل ثلاث اربع ايام مباراه وسفر وضغوط وضغوط واصابات واضطرار انك بتدور، وكل ما يجي يعمل تدوير يتحاسب على فلان وفلان وفلان. يعني بقينا كلنا ملناش دعوه، هي كده وبس، زي بقينا زي الاولاد اللي
ولي الامر ابوهم عودهم ان يلبي لهم طلباتهم. طب في بقى جت طلبات كتيره مع بعضها. أي. بقى في اولويات. أي. بقى في عذر ان انا اجل لك حاجه، بقى في عذر ان انا ما اجيبلكش حاجه في ميعادك وانا مالي ماليش دعوه. لا ما ينفعش. لازم كلنا، هو ده توقيت الجمهور، هو ده توقيت الثقه، هو ده توقيت التحيه كل من يعرق ويخلص النادي الاهلي من لاعبين وجهاز فني ده وقت الدعم والمسانده. مفيش حد مقصر، كل بيحاول يبذل جهده. يا اخوانا انت انا وحضرتك واي واحد من اللي بينتقده مش كل يوم بيصحى فت ورايق ومزاجه عال. ايام بتبقى كويس وايام تبقى مقفل وايام تقول انا موكم ومش عارف افوق. في اسباب، في الاكل، في الشرب، في المناخ، في المزاج، في حد. ازاي احنا عايزين نحط لعبتنا في قالب الانسان الالي اللي ملوش مشاعر، ان لازم يعمل كده وتتفوق وما تغلطش. لعيب يغلط غلطه طول الماتش بتحاسب عليها انه ما ينفعش او ينفع او كان مش عارف ايه فلان احسن. هذه مسائل اللي ادي لك هذا الاداء، اللي يعمل لك هذه النتائج بما فيها الاختراع اللي سميناه الاهلي الافريقي والاهلي المحلي. ها؟ لمجرد ان احنا اتظلمنا ماتشين، اتظلمنا ماتشين. انت ثلاث ماتشات. انت تعادلت مرتين، في المرتين اللي تعادلتهم لازم تكسب. الهلال الظروف مش طبيعيه وانت كنت كسبان، وشفنا انه ربما استحضار مشهد مؤلم كان موجود في الربع ساعه الاخرانيه. اللعيبه معذوره شافت هذا الامر. الماتش بلاتينيوم لينا جون صحيح ملغي، ماتش النجم الساحلي طرد ملوش معنى، اثر على المباراه بدري. فادي ادي ادي الظروف اللي بتخلي يخش فيه جون. وانما نطالب يا جماعه ادرسوا موضوع الاجوان اللي بتخش اللي ملهاش لازمه، لان مفيش اجوان بتخش عليك بجمله، هي كلها كره طويله بتنط في وسط الدفاع، ما بتتشتتش، او عرضيه، او عرضيه من كورنر، او يعني مفيش اجوان. هو انت كلهم اصلهم اربع اجوان اللي دخلوا فيك باين ولا حاجه زي كده، او خمسه يعني. فلتنسيق المرحله اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم، قبل ما الكابتن الخطيب كمان زي ما قلت لكم بصدد السفر قريبا الى فرنسا لمعاوده الطبيب الفرنسي. انتوا عارفين كانت الحاله بتاعت الكابتن خطيب انه يا اما يبقى في تدخل جراحي، وده كان غير مستحب للمره الثانيه، انما كان الرؤيه الفرنسيه انه يخضع للعلاج باجهزه الاشعه المكثفه مع العلاج الطبيعي لفتره. لما الكابتن خطيب عاود الدكتور ياسر المليجي المتابع لحالته نصح بمعاوده الطبيب الفرنسي، فهيسافر الكابتن خطيب خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله. المرحلة اللي جاية أنا هقول لكم بس المواعيد، علشان كل الناس اللي عمال تضغط على اللعيبة، وكل الناس اللي بتتكلم على الأداء، وكل الناس اللي تحولت إلى محللين يشوفوا المواعيد وحجم الارتباطات المهمة اللي فيها. مش هنروح بعيد، خلال بس ال 20 يوم اللي باقيين من فبراير، يوم الاثنين يعني النهاردة الأهلي خلص بيراميدز، يوم الاثنين هيلعب طلائع الجيش، و 14/2 هيلعب المصري، و 20/2 هيلاعب الزمالك في السوبر ابو ظبي، 20/2 في ابو ظبي، 24 الزمالك في القاهره. يعني يا دوب هيشيل الشنطه ويحط الشنطه. 20/2 الاهلي والزمالك في ابو ظبي، 24/2 الاهلي والزمالك في القاهره. قبليهم سفر، قبليهم سفر، وقبليهم سفر طبعا لابو ظبي. خلي بالك بقى ماتش السوبر ده ماتش بطوله. طبعا فرقه هتطلع منه بتحتفل والتانيه محبطه، والاثنين هيخشوا في اجواء الماتش الجاي، الاثنين ظروفهم هتبقى مش طبيعيه. مطلوب منهم انه يرجعوا لنقطه الصفر بعد ثلاث ايام يلعبوا ماتش. ليه؟ لانه كمان هيلعب 24 ماتش القمه المحليه، وما قدموش الا ثلاث ايام، واليوم الرابع هيلعب فيه الاهلي مباراته مع سان داونز. بصراحه ان شاء الله هنا كده بقت اوفر من، يعني احنا بنطالب بالنظام وكل حاجه بس ده اوفر يعني. ضغط جامد. 28 الاهلي وسان داونز في القاهره مباراه الذهاب، 2/3 وادي دجله، يعني 28 2/3 وادي دجله، تلعب يوم 2 مارس وادي دجله، و6 مارس المفروض تلعب مع سان داونز في بريتوريا. يعني اربع ايام، يعني تاني يوم على طول او يوم الماتش بعديها بساعات هتسافر على جوهانسبيرغ. نفس الظروف بتاعت السنه اللي فاتت، الماتش تلعب ماتشين في الوحل يخلصوا عليك وتسافر وترتاح يوم وبعد يوم يبقى في ماتش. هل ده منطق؟
بس الزمالك الحقيقه كمان هو الاخر ليس اسعد حالا، لانه كمان مع الاهلي في البطوله الافريقيه. اهلي ولا زمالك؟ ما انا بكلمك على الموقف بالظبط. المرحله اللي جايه الزمالك، يعني الاهلي يوم الاثنين عنده طلائع الجيش، الزمالك يوم الاحد عنده الاسماعيلي، وعنده 14/2 السوبر الافريقي مع الترجي في قطر 14/2، بعدها بست ايام يروح على ابو ظبي عشان يلاعب الاهلي على السوبر المصري. ست ايام يوم 20/2. طب ما ده ست ايام كويس. 14/20 يوم 24 الاهلي والزمالك هنا، يوم 29 الزمالك والترجي هنا، يوم 2/3 الزمالك وبيراميدز، يوم 6/3 الزمالك يسافر لتونس مع الترجي. يعني 2/3 بيراميدز، 6/3 الترجي في تونس، نفس الميعاد بتاع الاهلي. يعني يوم 2/3 الزمالك بيلعب مع بيراميدز والاهلي بيلعب مع وادي دجله، ويسافروا الاهلي يروح بريتوريا والزمالك يروح تونس. اجنده مضغوطه جدا، فيها ارتباطات مهمه للفرقتين اللي بيمثلوا مصر في دوري الابطال. عندك رؤيه للمواعيد ديت؟ ما انا قلت لك كل مره، ومن السنه اللي فاتت يا جماعه التاجيلات اللي مالهاش لازمه بتصب بقى على الحاجات اللي ليها لازمه او بتضر الحاجات اللي ليها لازمه. يعني الماتش ده لو خلصنا منه ماتش القمه ده بدري وفي ميعاده كان زمان الجدول مرتاح، ما كناش هنحتاج حاجه. لكن احنا نحضر العفريت وما نعرفش نصرفه كعاده الكره المصريه. الاتحاد عايز يعني يقول ان انا نظمت الدنيا ومش باجل، بس لا كده اوفر. يعني بص، يعني يحضرني اللي عمله يورجن كلوب مع الاتحاد الانجليزي في ماتش الكاس. ما يعني بيتكلم في نفس الكلام. هو قال لك لا، دي عطله الشتاء، اللعيبه لازم تريح. حطوا له ميعاد المباراه المعاده في الكاس اول امبارح، قال لهم مش هلعبها والنادي يلعبها بالناشئين. الاتحاد الانجليزي قال له احنا منبهين وقايلين من الاول لو حصلت مباراه اعاده في الكاس هتتحط في ميعاد العطله. قال لك لا، انا ما وافقتش على كده، وراح مد اللعيبه اجازه ولعب الماتش بالاشبال وكسبوا. بس في النهايه هو صمم على الراحه، قال لك اللعيبه محتاجه. ايوه، هو مانو جوزيه ما زلت استحضر كلامه بعد موسم 2005 2006، وبعدين 2006 2007 لما الدنيا بدات تضغط في لجنه الكره، قال لهم الموسم الجاي هيبقى موسم الاصابات. هيبقى في، لان العضلات مستهلكه، اللعيبه ما تاخدش الراحه السلبيه اللي هي حقها كبني ادمين. ايوه، مع اسرهم ويتفسحوا العضلات. ده انت ممنوع في في الراحه السلبيه او اللي هو الراحه الايجابيه انك انت تلعب او تتفرج على كوره. العب راكت، العب بينج بونج، عوم. كلوب قال لهم لازم تسافروا، عوم، استجموا، اعمل اي حاجه، لكن ما تروحش ناحيه الكوره، لا تقرا كوره ولا تلعب كوره ولا بلاي ستيشن. ذهنيا الناس دي يعني بتقول الكلام ده عن علم وعن خبره وعن علم. عن علم، والعلم مهم جدا. والاسبوع ده الحقيقه المهندس عادل القيعي في التاكيد على القيمه العلميه لخبرته في مجال التسويق الرياضي المهم جدا، كواحد من رواد هذه المهنه المهمه اللي كفيله بتطوير صناعه الكره المصريه. اختيار موفق جدا، واختيار صادف اهله انه جامعه المنصوره في احد الباحثين فيها متقدم لنيل درجه الماجستير في التسويق الرياضي. لجنه المناقشه او اداره الجامعه او اداره البحث العلمي تختار المهندس عادل القيعي خبيرا مناقشا للباحث ضمن اللجنه العلميه اللي ناقشت الباحث. الاول نورت المنصوره، احكي لي ايه اللي حصل. الدكتور محمود عميد الكليه، عميد كليه التجاره. والحقيقه يعني اللي عملوه، انا قلت لهم والله يعني انا هل استحق اللي انتم بتعملوه ده؟ يعني من امبارح مش كده؟ اول امبارح. امبارح من اول ما تخش من على الباب يفط ترحيب، وبعدين البار الالكتروني جوه الكليه عمال يعني ترحيب. الاساتذه بتوع التسويق بيتناقشوا معايا. اولا اندهشوا جدا ان انا يعني انت درست ايه في التسويق وفين؟ قلت لهم انا ما درستش تسويق. ده الباحث الدكتور محمد، الاستاذ محمد ما بقاش دكتور لسه، ده ام بي اي. ام بي اي دي هحكي لكم عليها. وده الدكتور خشبه.
دكتورة منى المناقش، دكتور خشبة اللي هو المشرف على الرسالة، ناجي خشبة المشرف من أسيوط على فكرة، من عائلة خشبة. وطبعا ودي أرواب لقيتهم بيلبسوني روب، الموضوع واخد جد يعني. إن أنا راجل، ما هو ده فهو رغم إن أنا يعني أنا مش أكاديمي، لكن هو والباحث، الباحث هم عملوا سنة وخدوا قرار بيها في الكلية ان لازم في الام بي اي، ده مش 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 اكاديمي، ده مش مخد عشان كارير علمي ويترقى بيه. ده هو في مجاله في الاعمال عنده مشكله، عمل عليها هذه الشهاده ام بي اي. خد مشكله من المشكلات وبدرس مشكله تسويقيه، العلاقات الالكترونيه في وتاثيرها على الباحث محمد عادل السيد محمود في نجاح رعاية الشركات والأحداث الرياضية، وخد دور إدارة علاقات العملاء الإلكترونية في نجاح رعاية الشركات رعاية الشركات للأحداث الرياضية. للأحداث الرياضية. موضوع مهم والله. موضوع مهم، فهم قالوا إحنا محتاجين حد يكون عنده هذه الخبرة. وإحنا لما دورنا لقينا النادي الأهلي هو اللي عمل إدارة التسويق، وأنت ابتديت هذا الموضوع وابتديت وجيت لنا 4-5 مرات عملت معانا ندوات، وانا بيجي لي ناس من اللي حضروا الندوات دي موجودين في الخليج وموجودين في مصر، خدوا ده كاريرهم، انبسطوا وكملوا ناجحين جدا. فطبعا قلت لهم تصوراتي، فالحمد لله ربنا سترها، وقالوا ده انت عمال تقول لنا انا ما درستش تسويق، لكنه مارسته بخبرات كبيره. قالوا هذه الخبرات طبعا هي اللي موجوده، اللي احنا موجوده في الكتب. وانا الحقيقه لازم اقول ان انا يعني ما درستش تسويق، بس حرصت ان يكون معايا دكتور زي الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لنا، كمرجعيه علميه كبيره، مرجعيه علميه يبقى جنبنا كده يغطي الجانب الاكاديمي والجانب العلمي. طبعا بتاخد منه يعني مع الخبرات اللي عندك والرؤيه. النادي الاهلي علمنا نحلم، وجزء من الحلم يا رب يجي لنا وقت، انا بحلم بحاجه يا رب يجي لنا وقت نعرضها في الاخر. شفتها برضو في نادي جزيره الورد اللي كانوا حرصوا على استقبالي، هتدهش نتكلم في كنوز في مصر والله ما احنا شايفينها. فالحمد لله، وكان يوم موفق جدا. وبعدين في الاخر قالوا احنا عايزين نقلبها ندوه نتكلم عن التسويق تجربه الاهلي بعد انتهاء الرساله. بعد انتهاء الرساله. طيب نشوف مناقشة المهندس عادل القيعي للباحث في هذه الرسالة المهمة. برحب بالمهندس عادل القيعي، قيمة وقامة كبيرة، ولما نيجي نتكلم عن التسويق الرياضي مش هنلاقي أنجح من النادي الأهلي وتجربة المهندس عادل القيعي اللي هو زي ما بنقول رائد التسويق الرياضي، مش في الأهلي لا، في جمهورية مصر العربية. أولا أنا ينبغي الشرح اللي أنا بقوله ده سبب أهمية ليه أنا أروح للعلاقات المحترمية، لأنها أفضل الوسائل. نمرة 2 على قدر أهمية على قدر خطورتها، يعني إيجابياتها ممكن تكمن في سلبياتها وسلبياتها ممكن تكمن في جزء من إيجابياتها. إن أنا لما بوصل إلى مرحلة التسويق الإلكتروني تجربة واحدة، حد يطلع مش مظبوط يبعت لك بضاعة مش هي اللي أنت متوقع تاخدها يضرب السوق ده في مكة. فكان ينبغي في حتة صغيرة عليها كده ربما تكون مجال أحسن تقدير. أنا قلت التكافؤ بين الحدث والبتاع والنادي الأهلي والتولز، الثلاثة في تكافؤ. فاختيار الاثنين مع اختيار دراسة الوسيلة اللي هي أيضا الغول القادم، هنا الزواج المتكافئ قلت يعني ما قلتهاش بس حققتها. قلت طالما انك حققتها نذكرها بشكل مباشر، انت ركزت على وين وانا حييتك على هذا. كان ينبغي بقى تروح لشركة من شركات الايه الأخرى المالتي ناشونال الكبيرة عبراتها، عشان ربما وين مع هي بتكلم الحدث على التليفون، فربما الوسائل الالكترونيه تكون تناسبها قوي. انا كنت عايز اروح لشركه مثلا للمياه الغازيه، هل كنت هتوصل نفس النتائج ولا نتائج مختلفه؟ ربما على فكره توصل نتائج كمان اقوى. حاجه اخيره يا دكتور، بعض الاخطاء الغيريه البسيطه دي اسهل حاجه في الموضوع، يعني مثلا جدوى مش من ليه حاجات كده.
عشان تبقى انت راجل يعني في النموذج العالي. انا خلصت كلامي ومستعد اخرج بره الموضوع. لا احنا كنا عايزين التسويق الرياضي، تجربه التسويق الرياضي. حضرتك انا مش اكاديمي، انا راجل عندي شغف بالنادي الاهلي، وهذا الشغف خلاني بفكر ليل نهار لحد ما وصلت للكونكلوجن قبل ما يتعمل اي حاجه اسمها تسويق، ان ثروتي الحقيقيه هي جماهيري، مش عشان تدفعني، عشان استخدمها في ان احصل على اكبر عائد من كل شيء. انا ليه النادي الاهلي بياخد اكبر عائد في البث التلفزيوني؟ لانه اكبر عدد من البشر بيتابعوا الاحداث الرياضيه بيبقوا منتمين للنادي الاهلي. فلما يكون الحدث مرتبط بالنادي الاهلي انا بضمن السوق بتاعي عشرات الملايين، بدليل ان انا واحد لا لعيب كوره ولا مشهور اصبحت ليا حيثيه من خلال ان الناس تابعتني. مجهول متواضع قدمت النادي الاهلي وعلى شاشه التلفزيون انا مسؤول من نتيجته على ارض الواقع، لما بلاقي ناس عايزه تكلمني ويصور معايا ولمضيه واللي بتاعه انا نموذج. يعني لو النادي الاهلي ها انا نجح في هذه التجربه. طيب النقطه الثانيه هي هو الناس تسبق الازمه، تسبق المشكله. السؤال حق كابتن حسن بعديك ثم جاء الخطيب يكمل المسيره، ادركوا ان النادي الاهلي بحجم تاثيره لازم يسبق بخطوه. اول نادي عمل مجله، مجله النادي الاهلي هي النموذج الوحيد في تاريخ الصحافه اللي يكسب من التوزيع. ما كانش عندنا سنتي اعلانات، وانا ذكرت لما المحافظه تحفظت على اموال النادي الاهلي كان الكابتن حسن حمدي بيصرف على النادي من ارباح مجله الاهلي كانت بتوصل 3 مليون جنيه واكثر من كده في بعض الاحيان من التوزيع لعدد بجنيه. اذا اسم النادي الاهلي ده خلانا نفكر، طب اذا كان المجله عملت هذه النقله فما بالك بقى لو اشتغلنا تسويق حقيقي لما يملكه النادي الاهلي. فانا عايز اعمل كمان قناه للاستخدام. اكتشفت بقى ان التسويق او المتاجره في الميديا هي اول العمليات الرابحه، ومن خلالها عملت شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ودي القضيه التي يجب ان يناضل، وشكل الاهلي هو اللي هيناضل فيها لوحده. طب وهو الاهلي ليه بيلزق للوكالات؟ ليه؟ مع انه يقدر، مع الوكاله بتاخد الحقوق منك وترجع تعمل لها اعاده بيع وتكسب اكتر، الفرق ده ما يروح للنادي الاهلي. انت لو خدت شركه لوحديهم يبقى انت لازم تعمل ادارات محترفه للتحصيل. اثنين لصيانه المنتج. يعني انا لما كنت بروح للاهرام الاول لولايه الاهلي شركه، انا مش مسؤول عن الاوت دورز. طيب اللوحه وقعت، النور اطفى، يرجع يدفعني غرامات ليه انا؟ هو ما عنديش اداره للمنتنس، مش هلف الشوارع. لكن الوكالات المحترفه عندها هذا الكلام، فهي تتحمل عمليه صيانه العلاقه وحقوق المعلن اللي هو الراعي. انا في الاخر نادي تبع الدوله اخضع للجهاز المركزي، لان الشركه في شركه، لكن انا كنادي المسؤول عن الشركه. امتلك 99% من اسهم شركه الاهلي للانتاج الاعلامي التي تمتلك 51% من القناه التلفزيونيه. فانا ال 1% ده مين؟ صندوق العاملين في النادي الاهلي. ما بجيبش شريك ينكفني حد، صندوق العاملين في النادي الاهلي. ياخد مني جزء من الايراد، منها بدعمه ومنها اللي زدنا في دقيقنا كل السيطره للنادي الاهلي. بشكر جميع الحضور، بشكر الدكتور محمود ابو النكري، وبشكر الدكتور تامر عاشري. باشمهندس، كانت رسالة مهمة وموضوع مهم. الموضوع مهم وعامل آفاق جديدة في موضوع الدراسات. وأنا يعني أنا قلت لهم ما تطولوش قوي كده في دي، لما قلت لهم ركزوا على التوصيات، لكن هو كان في إصرار إن تجربة الأهلي تسمع. لأن هم خرجوا منها بقى إن هم قالوا للباحث لو عايز تعمل دراسات أخرى أكثر تقدما راعي النقط دي، والمشكلات اللي طرحناها
ابتدي يتلقف منها ومن تجربة النادي الأهلي مشكلات السوق عايزها. هنا يا أستاذ إبراهيم أنا بقول الـ NBA دي تقدر تغير واقع المجتمع المصري واقتصاده. ليه؟ لأن أنت بتعمل أبحاث كتير جدا لمجرد أنك تحصل على الدرجة العلمية، غالبا مصيرها الإدراج. أيوه. لكن لما بتكون أنت بتعمل بحث له علاقة بمشكلة شركة، بمشكلة سوق، مشكلة عندك أنت في مؤسستك، وتصل إلى نتائج علمية، أنت هتاخد النتائج العلمية دي تطبقها، وده اللي حصل في العالم كله، حتى الجامعات. الشركات بتروح لها ابحثوا لنا المشكلة دي. فبيجيبوا الطلبة النابهين اللي قاعدين يعملوا أبحاث، يدوا لهم المشكلة وياخدوا النتائج بثمن باهظ جدا يدوها للشركات دي. إحنا عايزين نشتغل كده. هو ده اللي يغير مجتمع. أنا شفت حاجات في المنصورة أستاذ إبراهيم، ويا ريت يبقى في الآخر وقت عايز أوري لك تجربة عملها نادي جزيرة الورد. الحقيقة يعني الدكتور طارق عبد الهادي الأستاذ إبراهيم الجمال مدير رئيس مجلس إدارة الدكتور طارق عبد الهادي أصروا أن ياخدوني ولفوا من ضمن الحتة اللي لفيت فيها. شفت التجربة دي، مش هحرقها، لو عندنا وقت لازم نقولها. ما يعني لا أجلها دي يا شوار، أجلها يا شوار، أجلها عشان نتكلم على الماتش، لأن الناس بقى محتاجة الماتش. يعني شفتوا العلم ومدى احتياج الحركة الرياضية للعلم، مش للمناكفة ولا للمقاوحة ولا دايما وأبدا قاعدين قصاد بعض وباستمرار نقعد نغذي برضو في المشاكل. يعني على ذكر المواعيد المتشاحنة ديت في الدوري، يطلع حد نفس النغمة اللي متكررة بقالها 3-4 سنين. ليه الأهلي ما بيروحش يلعب في الإسماعيلي؟ اشمعنى الزمالك يروح يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية والأهلي ما يروحش؟ هو الزمالك بيروح، محدش عايز يكمل الجملة. طب ليه الاسماعيلي ما بيجيش يلعب الاهلي في القاهره؟ الزمالك بيروح يلعب في الاسماعيليه عشان الاسماعيلي بيجي يلعبه في القاهره. اذا بتلعب مباراتك في ملعبك وبتلعب مباراه في ملعبك. احيانا ما بيلعبش، بيكون في ظروف، وده لان لا الاهلي هو اللي طالب ولا الاهلي هو اللي مشترط، في ظرف عام يقتضي ده. روحوا اسالوا الجهات المسؤوله. لكن افضل التكه باستمرار. ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيلي والزمالك بيروح الاسماعيليه؟ طب زي ما قلت لك، كمل الجملة، ليه الإسماعيلي ما بيجيش للأهلي في القاهرة؟ المباراتين بيتلعبوا بره. يعني يبقى ده الأمر الموضوعي وده الفير. لكن ما هو زي حاجات كتيرة. يتقال لك إيه؟ مين وفلان وفلان في قناة الأهلي وده في جورنان كذا وده في جورنان كذا، إزاي وما إزايش؟ وتقعدوا تسمعوا النغمة دي كتير جدا. في حين لو كل واحد بيتكلم من دول بص حواليه مع الزملاء اللي موجودين، هيلاقي الزملاء اللي موجودين معاه كل واحد فيهم في جورنانه بيغطي اخبار الزمالك، وهو موجود في منظومه نادي الزمالك. وبنحترم الجميع وكل الزملاء كل التقدير، لانه ما هو نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي اتحاد لما يعمل مشروع اعلامي، قناه او مجله او موقع، هيجيب مين يشتغل؟ يعني هيجيب نجارين ولا صحفيين؟ ما هو في النهاية بيجيب صحفيين يقوموا على هذا العمل. لكن اللي بينتقد أوضاع الأهلي ما بيبصش حاليه، يبص يلاقي مثلا في صحيفة المصر اليوم، هيلاقي اللي بيغطي الزمالك أو اللي بيكتب على الزمالك الزميل كريم أبو حسين لغاية النهاردة. أنت بتتكلم لغاية النهاردة كان بيشتغل هنا، اللي هو موجود في منظومة نادي الزمالك وفي قناة نادي الزمالك، ده جورنان امبارح، يعني لغاية امبارح. هلاقي في الوفد مثلا مين مسؤول عن تغطية الزمالك في الوفد؟ الزميل مصطفى جويلي اللي هو مسؤول المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك. نفس الحكاية هلاقيها حتى في أخبار اليوم، اللي بيغطي الزمالك الزميل منتصر الرفاعي برضو في قناة نادي الزمالك، وهكذا. كلهم زملاء ليهم كل الاحترام والتقدير، بس أنا عايز اللي يتكلم يبص حواليه. الأمر ما هوش قصر لا على الأهلي ولا على قناة الأهلي ولا على مجلة الأهلي، ما هو ده الوضع الطبيعي جدا. لكن باستمرار تكثيف الهجوم والانتقاد للأهلي من غير ما حد يبص على بقية الرقعة الإعلامية نفسها، أتمنى أن كل واحد يتكلم يبص حواليه الأول. برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت يا باشمهندس في الإعلام، الحق ده الكابتن علاء عبد العال رفض أليو باجي، ويتقال كده وكأنه مثلا لو انت عايز تتهم علاء عبد العال انه الراجل ساب لعيب مهم، يبقى ده اساءه للكابتن علاء عبد العال.
او عايز تقول ان الاهلي جاب لاعب سبق رفضه من علاء عبد العال، هو ده يبقى انت هو ده مش هو بتكسر في الصفقه وتمشي وكله يرغي فيها زي ما بقول لكم، لانه مفيش حتى حد بيدقق وحد عنده امانه في النقل. استاذ ابراهيم، كابتن علاء عبد العال نفسه سئل هذا السؤال قبل ما تضحض هذه الفكره. اه، فكره ان لعيب ممكن يجي لك ما تاخدوش يتالق في حته تانية. آه، على مستوى العالم موجود. طب ادي لكم النموذج الصارخ. اوتاكا، جون اوتاكا النيجيري. لا، النيجيري اللي هو كان في الاسماعيلي. اه، اللعيب ده كان عنده 16 سنه وجه مصر ملوش نادي. اه، ملوش نادي. اه، فاكر راح المريخ في بورسعيد، راح المريخ وبعدين رسي على المقاولين العرب. أه، بدا يتالق في المقاولين العرب، ابدع في النادي الاسماعيلي. ده المقاولين اعاره هو، انا فاكر، وسعد عبد الباقي اعاره للاسماعيلي، او خدهم ساعتها الاسماعيلي كده. لا، خدهم، ولما رجع تاني رجع خدهم بشكل نهائي. اه، ابدع في النادي الاسماعيلي، تالق في الخليج، ثم اصبح عضوا اساسيا في منتخب نيجيري. آه، ولما جه لف عن انديه مصر ما حدش انتبه له، واحنا شفنا محمد صلاح وهو بيقول مين رفضني ومين قابلني ليه. ممدوح عباس الراجل طلع قال لك محمد صلاح ينقصه كتير عشان يلعب في الزمالك وقتها. آه، وقتها النادي الزمالك من وجهه نظر الاستاذ ممدوح عباس كان عايز واحد يعني مكتمل الخبره يخش يشتغل، مش لسه هيهيئه وينجح بعد 5 6 سنين. هي كده، ورغم كده الحدوته دي مستمره. شفنا والكابتن علاء عبد العال هتكتشف سؤال فيها نشوفه قال ايه. كابتن، اتكلمنا عن ان حضرتك اكتشفت لعيبه كتيره، وان حضرتك يعني عين حضرتك بتدي الفرص لكل الناس اللي موجوده، لكن اتفاجئنا بعد ما الاهلي تعاقد مع اليو باجي ان الكابتن علاء عبد العال رفض اليو باجي في يوم من الايام مع فريق الداخليه. ايه بقى كابتن الكواليس والحاجات اللي انا ممكن يعني ما اعرفهاش ولا الجمهور يعرفها؟ طب جميل قوي ان انت برضه اثرت الموضوع، لان انا اتفاجئت في يوم وليله ان علاء عبد العال رفض. هو حضرتك فاكره اصلا صح؟ انا مش مش انا انا مش مش فاكره ان هو نزل معايا، وما نزلش معايا اساسا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جالي لعيب في موسم من المواسم اللي هو من موسمين كده، هو شبهه تمام. يعني مش هو اصلا؟ لا مش هو خالص. الثاني بطيء و ايه، حظ حضرتك وحش. اه كابتن، الناس دايما بتحكم على حضرتك بحاجات ما حصلتش اصلا. لا خالص، انا ويمكن انا رديت يعني انا عايز اعرف مين اللي رمى القنبله دي تمام، وعلى اي اساس. ولاني انا متوقع ان كان في احد اللاعبين اللي هم بطلوا خلاص كان موجود معانا في المعسكر، فهو اللي رماها. فهو اللي رماها، وهو يحب الشو شويه تمام، يعني بيحبك او ان هو يعني ايه شاف الولد. اه، اليو باجي، فقال لك ده اللي كان معانا في الداخليه ونزل معانا التمرين. مش هو خالص، كل ما صدق ياخد الخبر، وكل ما صدق انت عارف اي حاجه خاصه بالنادي الاهلي او الزمالك بتلاقي بتنتشر زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا يعني. فكانت بقى ده اتكلم وده قال، بس طبعا انا طلعت كدبت الكلام ده كله ان مش هو خالص، وما اعتقدش ان هيجي لعيب زي ده بالمستوى ده، ان انا هقول لا. طب رايح حضرتك في ايه؟ لعيب واضح ان هو لعيب بامكانياته عاليه، ومش جاي كده عن طريق فيديو، لا واضح ان فايلر عارفه كويس، انه كان بيشتغل في النادي الدوري هناك، ومن لمساته وعنده سرعات بيلعب بهيلرز كويس، لا واضح ان هو هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. واضح من كلام حضرتك ان حضرتك مقتنع برينيه فايلر كمدير فني للنادي الاهلي. طبعا. معلش يا كابتن علاء، مش انت المقصود بهذا الامر، والمقصود التشكيك في كل ما يفعله الاهلي وصفقاته. شككوا في قفشه، اشربوا، شككوا في الكابتن بركات، مش عارف ايه، شككوا وهكذا، شككوا في مستر فايلر. اه، احنا بقى روحنا كلمتين عشان الاهلي ايه ضحكنا عليه. احنا يعني يا رب تفضلوا تستمروا تضحكوا علينا كده على طول. الرد بقى ما يكون عند مين؟ عند اللعيب. ايوه، ونجاحه، واذا نجح معاك خلاص. لكن كان بقى مين شافه ومين نفع ومين ما نفعش، كلها مسائل ليست لها علاقه بكره القدم، لان انت ممكن تجيب واحد كويس جدا هايل وما نجحش معاك، وممكن تجيب واحد من المجهول يكسر الدنيا معاك، واحنا قلنا انت وظروفك. طيب بالمناسبه بنهني الزميل العزيز الاستاذ عمر ربيع ياسين على برنامجه الجديد في قناه النهار، لكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله. النهارده كويسين. عمر نمبر 1. بالتوفيق ان شاء الله يا عمر،
ومزيد من التألق. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عند البلاس 90 وصلنا للنقطة 39. بالسلامة. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح للدوري، القرعه الافريقيه، لانه الحقيقه حدث فرض نفسه جدا، والمره دي كانت المساله مرتقبه بجد، لانه حجم المنافسه في القرعه، حجم الحساسيه العربيه اللي موجوده في دوري الابطال، الدراما العاليه جدا اللي موجوده في البطوله بقالها سنتين، سواء ما يخص الاهلي مع الترجي، ما يخص الاهلي مع صن داونز، ما يخص الوداد مع الترجي، وجود الزمالك مع الاهلي، حواديت كلها خلقت دراما عالية قوي في دوري الأبطال السنة دي. عشان كده في دور الثمانية حالة الدراما العالية جدا اللي كانت في المجموعة المشتبكة، مجموعة الأهلي اللي فضلت معلقة لغاية الصفارة الأخيرة في آخر مباراة مين يصعد، كلها خلقت حالة من الترقب والإثارة حوالين قرعة دور الثمانية. امبارح شفتوا حضراتكم كل الناس واقفة على أطرافها، مين هيلعب مع مين، والسوشيال ميديا مشغولة، جمهور الأهلي عايز مين ومش عايز مين، جمهور الزمالك عايز مين ومش عايز مين، لدرجة أنه يعني الناس بقى كله بينقي من الثلاثة، وكل واحد عنده تصور. لو سألت أي حد عايز مين، في أهلوية كتير عايزين صن داونز، يقول لك فرصة أن احنا نصفي حسابنا، وفي ناس كتيرة كانت عايزة الترجي، يقول لك اخلص منه دلوقتي بدل ما يجي لك قدام، وفي ناس كتيرة طبعا كانت بتأمل في مازيمبي، لكن عندها تحفظ انه ملعب مازيمبي في العودة صعب شوية. إذن كل اختيار منهم كان له أسبابه وعليه تحفظاته. اتعملت القرعة، الأهلي مع صن داونز وبإذن الله تعالى يتجاوزوا، ففي سكته النجم أو الوداد. الزمالك اصطدم بالترجي، وبعد كده في سكته مازيمبي او الرجاء. إذن تصادمات عنيفه جدا، شفتها ازاي؟ شفتها زي ما بقول لك، خلاص انت الفرقه دي هيطلع منها بطل. عشان تكسب لازم تكسب هذا البطل. يطلع بقى في دور الثمانية، يطلع في دور الأربعة، يطلع في النهائي، لكن هو المشوار أصعب شوية، لأنه كل الفرق اللي فيها حساسيات في سكة بعض. أيوه. يعني أنت دلوقتي هتلاعب صن داونز في حساسية. مش حساسية، لا أنت خايف من جمهور ولا خايف من ليك وقعة. إنما في وقعة أخيرة. فرض عليك حساب معين. ضغط عليك، في حساسيه جماهير تتعامل بالزبط مع هذه المباراه. طيب هتخلص، قد تواجه الوداد او النجم الساحلي، الفريقين بينك وبينهم حساسيات، واحد اتظلمت في ملعبه واضاع عليك القمه بشكل، وبعدين لعبته مرتين، يعني هتبقوا فاهمين بعض قوي، ودي بتبقى مباريات مقفوله جدا. أو الوداد اللي هو ظلمت أمامه، توج على حسابك، توج على حسابك، ظلمت منه. أيوه. برضه مروان محسن، تعرف الأهداف اللي اتحسبت في ثلاث بطولات لمروان محسن كان بقى حاجة بالنسبة لجماهير الأهلي أسطورة، لأنه هو اللي خد لك البطولات دي كلها. اتلغى له أربع تجوان حاسمة. في الثلاث سنين اللي فاتوا. فأنت الحساسيات هي بس اللي في المشوار، أما الفرق انت لازم كده كده تبقى يعني. بس الناس اللي ليه الناس متصوره ان الاهلي مش مفروض يلقى مقاومه؟ يعني هي الفرق دي كلها مش ابطال؟ لا طبعا، ده هي الثمانيه ابطال، يعني الثمانيه عندهم القاب، عندهم القاب. انت دلوقتي فرقتين، انت عندك مقاومات وهم عندهم مقاومات، لو بتثق في فرقتك اقف وراها بالظبط، مش تفضل تحبطها بالتكهنات وبالاحتمالات وبالتهديد، ورونا بقى وايه اللي هيبقى كذا. عشان كده عايز اقول لكم حاجه، واحنا بنصيغ حتى عناوين الحلقه،
المهندس عدلي صمم انه قرعه الاميره والهدوء المطلوب الواجب او الواجب يعني يعني مش المطلوب مش ده واجب يعني الحتمي يعني ده فرض اللي تفرضه علينا مسؤوليتنا تجاه النادي الاهلي الهدوء بمعنى ايه بقى؟ ان احنا خلاص كلنا من حقنا نعبر عن راينا ده من حقنا ناخد اتجاهات من حقنا نحلل ممكن نستاذنكم ناجل هذا الحق شويه صدقوني انا ببقى يعني بالسنين اللي فاتت دي كلها قريب وعارف ايه اللي يحفز اللعيبه وعارف اللعيبه واصله لمرحله مش محتاجه حد يحفزها لكن محتاجه حد يهديها والا هتجدوا اللعيبه متوتره والتوتر على فكره بيؤدي الى الاصابات بيأخر العلاج وجزء من التوتر الاحساس بالمسؤوليه الثقيله تجاه الجماهير ايوه يعني ما تفتكرش ان هم لو تحملوا المسؤوليه زياده عن اللزوم دي حاجه كويسه في اب يقول لابنه يا ابني انت مذاكر كويس جدا ليله الامتحان بقى خلاص بقى انت كده انزل خد اصحابك ساعتين ثلاثه كده وروح اتعشى بره خش سينما وتعالى عشان بكره بيغسله من التوتر بيخفف عليه الضغط وفي واحد تاني بقول لك ايه بكره مهم جدا جدا كل السنه كوم وبكره ده كوم يروح الولد داخل واخد حبايه عشان يسهر للصبح يقعد يذاكر يخش قدام الامتحان يوقع كده على الترابيزه شفت المنظر ده وشفت المنظر ده طب ما نكونش ليه يعني خلاص بدل ابني عمل اللي عليه مدربي عامل اللي عليه اللعيبه عامله اللي عليها هو انتوا فاكرين في نادي كتير زي الاهلي يبقى محتاج يكسب ماتشين او يكسب ماتش ويتعادل ماتش منهم ماتش بره ارضه في هذه الاجواء ومع المنافسين المواجهات المباشره لصالحهم او هتبقى متعبه معاك بفارق الاهداف ويقدر يتجاوز هو دي مش مسؤوليه هم لسه عايزين يشيلوا مسؤوليه اللعيبه شايله مسؤوليه اللعيبه كويسه عندنا طيب انت ليه زعلان منهم لان بتقول عندنا احسن فرقه طب ما تتعامل معاها لانها احسن فرقه ليه عمال تاخدهم فرد فرد تقيم ده وتقيم ده وتقيم ده وتقيم ده اللي كان نجم الماتش اللي فات النهارده احنا بنزوم عليه وقبليها مش عارف كنا بنزوم على حد تاني ايه اللي بكسبه من كده غير ان انا عايز اثبت ان انا بفهم وعندي رؤيه وان وفي ناس بتتجاوز باللفظ مش معقول انا مش قادر اسلم فين جمهور الاهلي فين سبورتك فين على الحلوه والمره معاه ده انت مش على الحلوه والحلوه معاه هو انت شايف منه غير حلوه يعني من اول السنه لحد دلوقتي اللي بيعمله النادي الاهلي يخسر مباراه وحيده كلنا عارفين ظروفها سواء في الدوري او في افريقيا ويتعادل ماتشين بتوعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ادي كل النتائج اللي راحت منه في حاجه وحوالي 20 مباراه او اكتر 25 مباراه تقريبا ولا 24 يعني مش عادل يعني انما اللي عايز اقوله يا استاذ ابراهيم والله العظيم اللي يحب الاهلي دلوقتي يوفر له الهدوء والدعم على فكره هو انا ممكن اقول مش نكته قفشه كده لا اتفضل اطر بيها الجو بس وانت عندك برد وحالتك حال اتفضل واحد قابل واحد صاحبه انا بقولها للفلسفه مش عشان الناس تضحك ممكن تلاقيها نكته دمها تقيل ايوه واحد قابل واحد صاحبه زعلان ايه يا فلان زعلان ليه ايه في ايه قال له عالي يا اخي صاحبنا جاب لي قاليو بقى خبرتني برضو علي صاحبنا محمود هتلاقي حاجه برضو محمود انا عندي برده بس مركز معاك جاب لي جزمه وطول ما انا لابسها حاسب على الجزمه تدس في الطينه قدامك ميه قدامك زلطه قدامك اوعى تشوت تخبط الزلطه خانقني مش عارف البس الجزمه وامشي بيها في الشارع قالوا رجعها له يا راجل رجعها له انا اجيب لك احسن منه يروح شريك جاب له الجزمه ومشي جنبه جزمتك كنت حر فيها شوت يا عم بمزاجك امشي في الميه هي نفس النتيجه هي. انت ممكن تيجي تقول لي ايه واثقين فيك ورينا همتك بتحاول انساني انساني لان ده ضغط وده ضغط من نوع تاني اي مش تنساني يعني ان انا يعني تتخلى عني
يعني يعني نتعامل ان احنا داخلين في منافسه. نعتبر يا سيدي احنا اكتر من التكافؤ شويه، 60 40 معايا فرق احنا. عايزين ال 60 دول يبقوا 70 75 بيكوا، عايزين ال 60 دول يبقوا 40 برضه بيكوا. اختاروا بقى، انت حر. وجزمتك وانت حر فين؟ لا جزمة أليو. النهارده الجونين بالمناسبة أليو ديانج وأليو باجي وأليو معلول. يعني أليو معلول هو اللي بيرفع في المرتين، ومرة يسجل أليو باجي ومرة يسجل أليو يانج عشان الأهلي يفوز بالثلاث نقط المهمة. في القرعة الأفريقية الحقيقة إذا كانت مباراة العودة في هذا الدور اللي هو دور الثمانية هتبقى بره، فالأهلي بإذن الله تعالى يكمل في الدور قبل النهائي. مباراة العودة هتبقى في القاهرة حسب المسار بتاع البطولة. الأهلي بإذن الله يتخطى صن داونز، هيلاعب الفايز من النجم الساحلي أو الوداد المغربي. المباراة الأولى هتبقى بره والعودة في القاهرة بإذن الله تعالى. ده المسار بتاع البطولة، وده بالمناسبة نفس المسار بتاع الزمالك في الشطر بتاعه. يعني هيلعب مع الترجي التونسي مباراة العودة بره، يعني المباراة الأولى للزمالك، الزمالك في الشهر ده هيقابل الترجي ثلاث مرات. فبالتالي لا شهر صعب. يعني ده شهر التصادمات الصعبة قوي. أتمنى إنه الأندية الأهلي والزمالك على المستوى الجماهيري حتى لازم ينتبهوا لأهمية إنه يخلقوا لبعض المناخ الكويس. واحنا يعني بنهمد في بعض مبدئيا. الاهلي مش هيلعب الزمالك الا في الفاينل، يعني الاثنين لو قدر ليهم يستمروا الاثنين مش هيتلعب مش هيلتقوا الا في الفاينل. فبالتالي اتمنى يمكن دي الحسنه الوحيده للقرعه. بالظبط، اتمنى انه يبقى في حاله من الوفاق وحاله من ادراك المسؤوليات. مش كل الجماهير تقعد تكسر في بعضيها وكل يكسر مجاديف الثاني، والفريقين بيدفعوا الثمن والاثنين هيدفعوا الثمن. تونس بعد ما كان فيها حاله من الانشقاق بين الانديه وكان فيها باستمرار تروح تونس تلاقي فيه حاله متوتره بين الافريقي في العاصمه بالذات والترجي، وبين النجم وبين الصفاقسي، وبين الرجاء والوداد في المغرب. الحقيقه في السنوات الاخيره بقى فيه حاله من الوفاق بينهم، ما عادش بينهم الحساسيات اللي كانت بتطفو على السطح زي الاول. للاسف السوشيال ميديا وبعض مقدمي البرامج اللي ما عندهمش ادراك لاهميه صناعة المناخ، ويطلع حد يقول لي لا هو أنا لما بتكلم هو أنا هأثر على قرار الحكم. لا، هي الفكرة فكرة صياغة المناخ، ودي مسألة في الإعلام في منتهى الخطورة. أقدر أسرب أي كلمتين هدفي إن أنا أصيغ مناخ سلبي يعرقل هذا الفريق أو ذاك. مش هيأثر على قرار الحكم، لكنه هيساهم بشكل ضمني وبشكل مؤثر جدا في صياغة مناخ سلبي. دي مسائل بديهية جدا مش محتاجة حد يتعلمها، وتتمرر رسائل سلبية كتير بين الكلمات هدفها انك توصل لصياغة مناخ سلبي يأثر على الأهلي زي ما يأثر على الزمالك، ويخلق دايما وأبدا هذا السطح المتوتر. عارف التوتر المنقول على السوشيال ميديا واللي فيه غضب استباقي. يعني اوعى تعمل كذا لحسن مش عارف ايه، واخر فرصة مش عارف ايه لايه. مفيش حد بيدي اخر فرصة لفرقته يعني، والا اذا ايه يعني. طب اخر فرصه وبعدين هتعمل ايه؟ يعني هتشتم، هتقاطع، يعني كلها حاجات سلبيه. لكن ال 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 السبب ايه يا استاذ ابراهيم؟ كل واحد مش عايز يعني يدي فرصه لحد يحفل عليه. صحيح. طب ما ابتدي انا، ما حفلش على حد، ما حدش يحفل عليا. الفاينل بتاع افريقيا، لانه السيمي فاينل هيكون المباراه الاولى. طبعا احنا قلنا لكم الميعادين، يعني الاهلي هيلعب 29 فبراير، العوده هتبقى 6 او 7 مارس. في قبل النهائي بقى الاهلي باذن الله يعدي صن داونز، هيبقى المباراه الاولى بره 1 او 2 مايو، العوده هتكون في القاهره 8 او 9 مايو باذن الله يا رب. النهائي بقى هيكون 25 مايو، دي مباراة هتبقى على ملعب محايد وفي مباراة واحدة حسب ما الاتحاد الافريقي عمل. بس حتى الآن الحقيقة ما أعلنوش الملعب، ودي برضو نقطة سلبية نتمنى إن هم يتداركوها بعد كده. كانوا قالوا أنت قلت
وبعد ما حدد ملعبين دلوقتي استاد القاهره ومحمد الخامس في الدار البيضاء. استاد القاهره هيغلق خلال الفتره الجايه عشان الاصلاحات اللي هتبقى في النجيله، فبالتالي ما عندكش خيار واحد الا ملعب الدار البيضاء محمد الخامس. طيب ما هو الرجاء والوداد موجودين عندهم فرص ان هم يكملوا في الحاله دي، هيلعبوا في ملعبهم، هل كده يبقى محايد؟ اتمنى انه اختيار الملعب، ما دام هتختار ملعب واحد زي ما الاتحاد الاوروبي بيعمل، يعلن مسبقا من قبل البطوله ما تبدا. وانت مغمض قول مثلا الفاينل هيكون في الجزائر. برضه استاذ ابراهيم هيكون في القاهره. استاذ ابراهيم آه. في 8 فرق. ما تستنى للدور الجاي وحدد ملعبك من الدور قبل النهائي في الفرقه اللي خرجت خلاص. هو لا، ملعب محايد يبقى مش ملعب احد الفرقين. احنا لما جينا نلعب السوبر كان الاهلي والزمالك كانوا يقدروا يلعبوه في مصر، وكان ما حدش هيقول اشمعنى يتلعب في استاد القاهره من الفرقتين. راحوا جنوب افريقيا مشوار يعني انا عايز اقول ايه، هو ده الملعب المحايد. ملعب محايد ما يبقاش ملعب احد الفرق المتباريه. نتمنى. الاتحاد الافريقي على صفحته قال ان مواجهه الاهلي وصن داونز والثأر الكروي، وقال ان دي مواجهه بتمثل قمه الثأر الكروي لان كره القدم لعبه الاخلاق الرياضيه فلا يوجد فيها ثأر. الاهلي وصن داونز اتقابلوا 6 مرات، الاهلي فاز. دي الناس اللي بتتكلم بقى على انه مين عنده الافضليه. 6 مرات الاهلي فاز، 3 مرات يعني صن داونز ما سبقش له كسب الاهلي الا مباراه الخمسه اللي ليها ظروف كتيره جدا هنحاول نتعرف على بعض اسبابها. لكن مره واحده صن داونز تعادلوا مرتين، سجل صن داونز في الاهلي 8 اهداف ولم يسجل في القاهره ولا مره. البدايه كانت بطوله للاهلي عام 2001، اول مباراتين للاهلي مع صن داونز كان في فاينل بطولة دوري الأبطال عام 2001 مع مانويل جوزيه كان مع الأهلي، الذهاب يوم 8 ديسمبر في بريتوريا 1-1، سجلهم بالمناسبة أو سجل سيد عبد الحفيظ هدف الأهلي زي ما بنفكر حضراتكم بيه، وكان في شهر رمضان. العودة اتلعب 21 ديسمبر في القاهرة وفاز الأهلي بثلاثية خالد بيبو زي ما هتفتكروها أهي، فاز الأهلي 3-0 في القاهرة. الأهلي في هذا الموسم حصل على اللقب. تاني مواجهتين كانوا في دور ال 16 في 2007. الذهاب كان يوم 7 ابريل، اتعادلوا 2-2، كان اتقدم للأهلي بركات وفلافيو وتعادل صن داونز بعديها. ده ماتش خالد بيبو. العودة كان يوم 20 ابريل في القاهرة وفاز الأهلي بهدفي شادي محمد ومحمد أبو تريكة. آخر مواجهتين في دور الثمانية كانت لبطولة 2019، الذهاب يوم 6 إبريل في بريتوريا، خسر الأهلي 5، ودي مباراة كانت غريبة وعجيبة. العودة كان يوم 13 إبريل في برج العرب والأهلي فاز بهدف وليد أزارو. ده على الشاشة هو خالد بيبو. طيب مباراة البريتوريا، انا بس عايز اتوقف مباراة 2019، اتفضل. قبل ما نخش نستطر نغمة الصقر والطار وجت لكم الفرصة، ده كلام غير مقبول. وهو ده اللي بيعمل الحساسية وده اللي بيخلق الضغوط. يا جماعة، ألمانيا والبرازيل في ملعب البرازيل في كأس العالم 7-1. ايوه. مفيش بعد كده التقية والبرازيل عرفت تحقق فوز. ايوه. يبقى اذا المساله لا في طار بايت ولا المساله مساله ان انا كل ماتش له ظروفه. دي مباراه للنسيان بس نتعلم دروسها، اللي هو طبعا الفرقه والجهاز الاداري اقدر الناس دلوقتي يبقوا عارفين ايه اللي حصل. طيب. ويتفادوه ازاي؟ ممكن تخسر بس الحاله اللي كان عليها اللعيبه ما كانتش يعني لازم تتبحث. طيب انا الماتش ده مهم؟ ماتش مهم، اخده على اساس انه ماتش مهم، انما لو خدته بالطرح هتوتر جدا طبعا، وممكن يستفيد منه معنويا ويلعب عليها
انك تسمع الكلام ده من الطرف الاخر. الاهلي جاء ليثأر، الاهلي وفريق كبير وخدرونا وبتاع، عايزين الفرقه دي تدرس كويس قوي، اللعيبه بهدوء جدا. طب نعمل ايه؟ نقطه القوه هنا، نقطه الضعف هنا، حالتنا لازم تبقى ازاي؟ طب اوصل لها ازاي حالتنا دي؟ ولو اقتضى الامر انه اذا احتجت تريح حد عشان تجهزه الماتش سان داونز، وهو هيعمل كده. هو يعني لما ياخد قلبي الدفاع النهارده يغيرهم، هو مش بيفكر. طب افرض حد من المتالقين، يعني الناس يقول لك ازاي يركن ياسر ابراهيم وهو، ايوه افرض اصيب، لازم انا يبقى عندي كل المجموعه جاهزه. وكل ماتش له ظروف، وكل ماتش يبقى هيبقى عنده تفكير استراتيجي، بس يعني كده. هو باصص لقدام شويه، ساعده الجهاز الفني انه يشتغل بلا ضغوط. طيب مهندس عدلي قال اللي حصل في جوهانسبرج او في بريتوريا على وجه التحديد في ابريل السنه الماضيه والاهلي خسر 5، مؤكد ان الجهاز الفني اللي كان موجود واللعيبه قدرت تحط ايديها على السبب اللي حصل. حارس مرمى الاهلي في هذه المباراه الشناوي كان في ضيافه الكابتن احمد شوبير، سالوا ايه اللي حصل بالظبط. بعيدا عن الانتصارات في كبوات اسوا كبوه ليه في الموسم ده؟ اكيد سان داونز. سان داونز اكيد طبعا. ايه اللي حصل؟ ما كنتوش شايفين؟ هو يعني بيقولوا كده في يوم اوف الاوف داي. هو ده اليوم جه ده يعني يعني جه بشكل غريب. اول ربع ساعه كنا ماشيين كويس جدا جدا جدا. بعد اصابه سعد، يعني هو جه الجون وبعدين سعد خرج، الامور يعني فكت، مش فكت، الجو كان درجه الحراره عاليه جدا. اليوم ده كان درجه الحراره يعني قبلها بيوم الجو حلو جدا، الدنيا بتمطر والدنيا حلوه وبتاع، واليوم الماتش لا الجو حر جدا والرطوبه عاليه بس ده عادي احنا متعودين عليه. وماشيين اول ربع ساعه ماشيين كويس والدنيا تمام، مفيش اي حاجه. بعد كده لقيت الدنيا خلاص. اكلم ايمن، اكلم ياسر، اكلم ساعتها كان هاني، اكلم علول، مش حد بيرد. بيردوش مركزين بس ومش فاهم في ايه. بس انا ساعتها خلاص قلت اوفر طاقه الكلام واركز بس في الماتش. في انا مره خسرت ماتش افريقي، طلعت قلت كان مدربي كابتن ابراهيم رياض، قلت انا هبطل، انا مش هلعب تاني، وكنت بجد مصمم يعني. والراجل فضل معايا طول رحله العوده من الدوري الافريقي مش عارف اسمها لحد القاهره، عمال يهدي فيا و و و و و لحد ما ايه الدنيا هديت يعني. جالك الشعور ده؟ لا طبعا. لا طبعا لا. انا بعد الماتش ده اتكلمنا ان احنا ما نيجي من ان احنا هنلعب عندنا ماتش عوده، احنا لازم في الماتش ده نرد اعتبارنا ان اليوم ده كان احنا ما كناش وحشين، احنا ما كناش يعني ايه ده الاوف بتاعنا اللي احنا كلنا وحشين. خلاص ننساه، نرميه ورا ظهرنا. ده مش النادي الاهلي. لا ده مش النادي الاهلي، احنا نفكر خلاص بقى ازاي نعمل ماتش كويس، وازاي الناس تعرف ان احنا لعيبه كويسه، وازاي الناس تسقف لنا، وازاي الناس يعني نرد اعتبارنا في ملعب. وده حصل في الملعب ماتش. هل الخروج ده مديكوا دافعيه السنه دي للبطوله؟ اكيد اكيد. ده هدفنا السنه دي اللي احنا ان شاء الله نحققه، بطوله افريقيا. اكيد طبعا. اللي بيحصل مع المدرب فايلر والنتائج والعروض والشكل ده مدي ثقه للجمهور، انتوا شايفين الثقه دي ازاي وشايفين ممكن تستغلوها ازاي؟ انا شايف من بعد ما خدنا بطوله الدوري بتاعت السنه اللي فاتت ان انا شايف ان اللعيبه عندها ثقه جامده جدا الفتره الجايه ديت. وطبعا الفتره دي مع المدير الفني والجهاز اللي موجودين طبعا النتائج ماشيه بشكل كويس جدا، والثقه وانا شايف اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله يعني مركزين. انا شايف ان السنه دي ان احنا نعمل حاجه كويسه وناخد يعني ان شاء الله البطولات كلها احنا نخش عليها، عايزين رقم يعني ناخد البطوله وان شاء الله يعني نحقق مع البطوله افريقيا ان شاء الله. عايز تلعب سان داونز تاني؟ يا ريت يا ريت. هاني قال لي كده. يا ريت. اكيد طب احنا اللي عملناه هنا في مصر يعني طلعنا نص اللي جوانا، بس طلعنا 8 جوان بس مفيش توفيق، بس ده نص اللي جوانا، عايزين نلعبه تاني وعايزين نكسبه هناك على ملعبه ونكسبه ان شاء الله هناك. هناك على سان داونز. هذا هو شعور اللعيبه. هل محتاجين بقى محفزات؟ لا الاول عايزين نقف
ظروف الماتش نفسها اللي كانت هناك. يعني الشناوي بيقول كل ما نادى على لعيب ما حدش سامعني، ما حدش بيرد. الناس فعلا وقال ان احنا الجو كان حر، اليوم ده كان مختلف، اللعيبه في الملعب حاله اجهاد نفسي، بكلم حد ما بيردش، فجاه حصلت تهنيجه. وده حاله فعلا زي ما الشناوي قال، ده الدي اوف اللي ممكن يمر بيه اي فريق، اي فريق ممكن يحصل له الظرف ده، يستفيد منه يستفيد منه، يحوله الى طاقه ورغبه في ان هو يكسب. اتكلم ان هو احنا بالعكس احنا نتمنى ان احنا نكمل، ونتمنى ان احنا نقابل تاني، ونتمنى ان احنا نلعب. فاللعيبه عندها من الدوافع ما يكفي يا باشمهندس. وده اللي عايز اقوله، يعني هم احرص النادي دلوقتي من غير ما نتكلم. ليه متصورين ان احنا اللي بنفكر فيه هم كمسؤولين بشكل مباشر عن المباراه مش بيفكروا فيه؟ ليه متوقعين ده؟ ليه حد يكلمني يقول قول للكابتن خطيب كذا، قول لسامح حفيظ، قول للفايلر، اقول لهم ايه؟ يعني مين قال لك؟ انا قلت لهم البديهيات، يبقى انا بشكك في في في, في قدرتهم على استيعاب المسؤوليه. طبعا. ازاي انا اروح اكلم واحد في حاجه بديهيه الشارع كله بيتكلم فيها؟ لازم تعرف ان هي دي محطوطه وغيرها حاجات انت ما تعرفهاش محطوطه جنب بعض وبتدرس دراسه دقيقه. صحيح. انما اقول قول قول، فارجو الناس والنبي لا تحملني رسائل لاني مش هقول، لاني مش هخلي حد يبص لي باستغراب. هو انت جاي تكلمني في دي؟ يعني انا رحت قلت لهم والنبي ركزوا عشان تاخدوا ده ماتش الطار، والنبي بقى راجل اذا كان اللعيب اهو قاعد قال لك يا رب جالنا الفرصه خلاص خلصت، هو وصل لهم الرساله. طيب قبل ماتش النجم وماتش الهلال اللعيبه قالت ايه؟ عقدناها وهنحلها. ايوه نفس الكلام اللي اتقال قبل ماتش الصفاقسي الشهير، اما قابلت اسلام قال لي احنا عقدناها، اسلام الشاطر عقدناها وهنحلها. هم بيقعدوا بقى ويكلموا بعض، على فكره ده ممكن يكونوا بيتقابلوا بره ويقعدوا مع بعض في البيوت ويتعشوا مع بعض وياكلوا مع بعض بشغلهم ويعيشوا. لا وبيعيشوا الحاله طبعاً. مش ناقصين الضغط. يا جماعه والله لازم نثق، انتوا في نادي كبير مش نادي ممكن تفوتوا الحاجات الصغيره دي. يعني ارجو ارجو ان احنا نهيئ المناخ اللي محتاجينه. طيب في الجهاز الفني لفريق صن داونز شخص مصري شغال محلل اداء للجهاز الفني، عشان كده عنده خلفيه كامله معاهم. حضر كان امبارح شفت له مداخلات كتيره في اكتر من قناه، اتكلم على ظروف القرعه واتكلم حتى على مواجهه الاهلي مع صن داونز، وكمان هو اهلاوي. الكابتن خالد علي لو اتكلم على اللقطه دي اللي الناس كلها بتتكلم فيها، اتكلم في اللقطه دي بس نسمعه الاول في اون سبورت. نلتقي بممثل نادي صن داونز استاذ خالد علي، برحب بحضرتك على اون سبورت. رايك مواجهه ناريه مع النادي الاهلي مره ثانيه، لكن المواجهه الاخيره كانت بتحمل ذكريات رائعه على نادي صن داونز، هل المسؤولين في نادي صن داونز كانوا يتمنوا مواجهه النادي الاهلي مره ثانيه؟ اهلا بيك الاول. اكيد اي فريق هيلعب في دور الثمانيه دلوقتي كل الفرق ابطال طبعا، ما ننساش النادي الاهلي الفريق البطل الاكثر حصول على دوري ابطال افريقيا. بالنسبه لصن داونز اكيد احنا كان لينا ان احنا نلعب يا اهلي يا زمالك يا رجاء حسب التصنيف، فكان بنسبه 66.6 ان احنا نيجي مصر، يعني لاعب فرقه من مصر يا اهلي يا زمالك. فطبعا الترتيبات اكيد الجهاز الفني دلوقتي بيعمل او بيشتغل عليها من دلوقتي. يعني بالنسبه للذكريات الاولى اعتقد الماتش مش هيكرر تاني، مباراة الذهاب بين صن داونز والنادي الاهلي قبل كده اعتقد مش هتكرر تاني. في كرة القدم كل شيء وارد، فرص الصعود لكل فريق موجودة وحق مشروع لأي فرقة. كنت تتمنى مواجهة الاهلي ولا الزمالك؟ أنا شخصيا علشان أنا أهلاوي أنا ما كنتش بنتمنى إن أنا أقابل الأهلي، بس خلاص بقى يو هاف تو ديل ويز إت، يعني لازم تتعامل خلاص الاهلي في طريقك. خلينا عن شخصيا خلينا نتكلم الـ يعني المناخ العام كده في صن داونز، كانوا بيتمنوا يقابلوا اهلي ولا زمالك؟ بتتكلم مع اللعيبه مع الجهاز الفني؟ الجهاز الفني طبعا بيتمنى يلعب مباريات الجماهيريه، فانت لو بتتكلم الاكس لا والرجاء برضو جماهيره كبيره، احنا متعودين على دايما بنلعب في المغرب مع الوداد البيضاوي،
فهو الجهاز الفني بيفضل المباراه الجماهيريه من قعدتي معاهم ودايما معاهم، فهو بفضل المباريات الجماهيريه. تعليقك على يعني في بوست نزله حارس مرمى نادي سان داونز اونيانجو معناه ان الاهلي والزمالك الاثنين خايفين من مقابله سان داونز؟ لا، هو اعتقد دينيس ما يقصدش، اكيد هو اخذ الصوره من السوشيال ميديا اللي هنا. لعيب كوره انت طبعا دايما لعيبه بتهزر مع بعض، كل هو بني ادم برضه في النهايه، بس هو اخذها من نوع اللي هو الهزار، هو ما يقصدش بيها حاجه. يعني انا دينيس بعت له وما يقصدش منها اي حاجه، اكيد بتشوف اي بوست على السوشيال ميديا دلوقتي، فيسبوك او تويتر، فحطه كحاله عنده على الانستجرام، اكيد هو ما يقصدش ده. وكلمت حد ان هو يتكلم معاه يعني، فالدنيا لا 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 ما فيهاش اي، ما يقصدش بيها اي حاجه يعني. كان له لقاء وبيكلموا على الضحكة، وده اللي يهمنا يعني، لأن الناس خدتها في سكة إن نوع من الاستخفاف والسعادة يعني. وابتدوا يشتغلوا عليها الضحكة بتاعت وفد جنوب أفريقيا لما ساعة ما اتصاحب إن هو هيقابل الأهلي. هو تحليله اللقطة دي، لا ده أنا قاعد والمسؤول اللي هيسحب القرعه ما عدي من جنبي، فانا بقول له لان انا راجل اهلاوي وبلاش الاهلي بلاش الاهلي بلاش الاهلي، فما معناه ان اللي حواليه قالوا له لا هيجي الاهلي يحادثوا كده وبيقالوها كدعابه مع بعض، فلما اتسحبوا جه الاهلي ضحكوا. ده يقودنا الى ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده اللي انا عايز اوصل له، سيبك منه، ده تفسيره، عايز تصدقه تصدقه، عايز تاخدها في سكه التحفيل خدها يعني زي ما انت عايز، انت حر يعني. لكن اللي انا عايز اقوله دائما ونحن نتخذ الاحكام او نطلق الاحكام لازم نعرف ان في كواليس ما بنعرفهاش، الناس اللي عايشه وايدها في النار صحيح بتاخد قرارات بتبان لك غريبه او لا تتفق مع وجهه نظرك، لان انت في حاجات انت ما تعرفهاش وفي حاجات للمستقبل انت مش شايف هو بيعمل دي عشان يستفيد منها بكره ازاي. ايوه، عشان كده بقول من حقنا نتكلم، لكن لا من حقنا ندعي ان احنا البس اللي بنفهم، لا من حقنا نهين اللي الذي لا يتفق معنا في الرؤيه، ولا من حقنا ننتقد عمال على بطال كل ما لعيب يضيع فرصه او كل لعيب ما بنحبه او ما بنحبوش، وده ما اللي بندور على اللي مش موجود، فين فلان فين فلان فين فلان، فضلنا نضغط على ازارو اهو ازارو مشي، طيب بعد ازارو مشي ازاي ازارو يمشي ازاي ازارو يمشي ازاي، هكذا هي الامور. عايزين فكره ان الاهلي فوق الجميع يبقى فوقنا كلنا بقى فعلا، تيجي لحظه واثقين فيكم واعملوا اللي انتوا عايزينه، وحقنا ان احنا نرغي ونقول مش موافقين ونقول موافقين، في البيت الواحد بنقعد نتكلم على الماتشات، مفيش اتفاق في الرؤيه عمرنا. صحيح. طيب نشوف بقى رؤيه الكابتن احمد شوبير عن قرعة الأهلي وصن داونز. إيه المطلوب من النادي الأهلي؟ أول حاجة جمهور الأهلي ما يقعدش يقول الطار ولا العار ولا الكلام الفارغ ده، مفيش كده في الكرة خالص. جمهور الأهلي يطلب من فرقته ومن لاعبته إن هم يكسبوا. تكسب هنا 1-0، تتعادل هناك 0-0، تكسب هنا 17، تخسر هناك 12، ماليش دعوة. المهم فارق المباراتين يبقى لصالح النادي الأهلي. حاجة تالتة، الناس كلها بتقول لك يا ريت كان ماتش الذهاب هناك، طب ما السنه اللي فاتت كان ماتش الذهاب هناك والاهلي خسر 5، فرق في ايه بقى مع النادي الاهلي؟ فرق العكس. انت لو كان ماتش الذهاب هنا، استغفر الله العظيم، ان لو من عمل الشيطان تفت عمل الشيطان يعني، لكن بقول يعني، وكان الاهلي متعادل او كسبان 1 كان هيبقى عارف متطلباته هناك ازاي. اذا الاهلي عشان يعدي صن داونز لازم يخلص هنا. عشان يخلص هنا مطلوب من الاهلي ايه؟ ما يدخلش فيه جوان اساسي يا باشا. طب يعني ايه؟ اكسب 1-2-3 اي مكسب بس كله صفر. طب لو 0-0 50-50 يا عم، ده خسران السنه اللي قبلها 5-0، مباراه لن تتكرر في التاريخ. خد مني، اسمع مني بس وخلاص يعني، لانه كمان الاهلي السنه دي غير السنه اللي فاتت، التشكيلة
او الفرقه او زي ما بعض محللينا الجمال بيقولوا سكواد بتاعه اتغير خالص، لانه دلوقتي رجع لك رمضان او بقى معاك رمضان ومعاك حسين الشحات، وحتى لو حد منهم لعب الماتش اللي فات بس الدنيا بقى دخلوا في الجو ودخلوا الفرقه، عندك بادجي وعندك ديانج وعندك وعندك وعندك، فبقى عندك تيم فيه خمسه او سته او سبعه على الاقل غير بتوع السنه اللي فاتت. خلاص، ما هو انا متفق او هو الاراء متطابقه بيني وبين الكابتن شوبير في هذا الامر، لا للتحفيل، لا للتحفيز المبالغ فيه، لا للطار، لا للعار، لا الكلام ده، انسى هذا الكلام خلاص، طلعنا الشحنات اللي جوانا، خلينا بقى نتعامل مع القادم وكانه يعني بنبتدي من اول السطر. طيب، في بلس 90 وصلنا لل 39. النهارده الاهلي استعاد ذكريات البلس 90، استعاد الروح الضغط حتى الثواني الاخيره، استعاد ثقه جماهيره في انه يكسب في اي وقت مهما كانت النتيجه، والاهلي متاخر 1-0، الناس كلها منتظر الهدف الاول والثاني، ما كانش حد مكتفي بهدف، حتى والاهلي متاخر وباقي وقت مش كتير، الكل عنده ثقه انه مع الضغط. والحقيقه ريني فايلر كان موفق كمان في الثلاث تغييرات، لانه الثلاث تغييرات اضافوا فعاليه كبيره جدا كانت واضحه. اهو اليو معلول، وبعد كده اليو باجي، اليو ديانج يشوط، تخبط في اليو ديانج عشان هل خبطت ولا حركها؟ انا شايف رجله اتحركت عشان ما هي اتحسبت له يعني اهي، مش مساله ان اتحسبت له، هي مساله هل هو فعلا كان بيلعبها ولا لا. خبطت فيه طبعا، خبطت فيه طبعا، اصله مش هيلعبها بطرف ركبته يعني، معرفش، لا ممكن ده بصدره يحط جيب جو، خبطت وغيرت، والحمد لله ان هي خبطت فغيرت الاتجاه عكس حركه حارس المرمى. ماشي، ويتعادل الاهلي علشان يفضل ضاغط ويكسب المباراه، ويلعب الثلاثيه بقى اليو باجي علشان يعمل حاجه جديده في الملاعب، اليو معلول واليو ديانج. طيب، الاهلي وصل للنقطه 39، بقى ترتيبه زي ما انتم عارفين في صداره الجدول ب 39 نقطة من 13 مباراة، فاز فيهم كلهم والحمد لله، سجل 37 هدف واستقبل 3 أهداف فقط. المقاولين العرب الثاني عنده 32 نقطة من 16 مباراة، يعني لعب أكثر من الأهلي 3 مباريات. الزمالك لعب 14 مباراة، يعني لعب أكثر من الأهلي مباراة وأقل من المقاولين مباراتين، وعنده 28 نقطة. وبعدين الاتحاد السكندري 27 نقطة من 16 مباراة. نتائج هذا الأسبوع، أسوان عمل المفاجأة وكسب الإسماعيلي 2-1، إنبي كسب المقاولين 2-1، والإنتاج الحربي تعادل مع الاتحاد، سموحة تعادل مع مصر المقاصة 1-1، والجونة كسب وادي دجلة 1-0، وطلائع الجيش فاز على إف سي مصر 4-0، والزمالك فاز على حرس الحدود 2-0. النهاردة المصري خطف تعادل صعب جدا من طنطا في الوقت القاتل 2-2، وبيراميدز طبعا خسر من الاهلي 2-1، وشفتوا حضراتكم جدول الدوري حتى الان. طيب، بدايه رؤيه تحليليه لما حدث، هقول لكم بالظبط العناوين المواقع بعد المباراه عشان تشوفوا المردود الاعلامي او الصحفي كان عامل ازاي. الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يفوز على بيراميدز ويواصل تصدر الدوري بالعلامه الكامله. بوابة أخبار اليوم، بادجي وديانج يقودان الأهلي لفوز قاتل على بيراميدز. اليوم السابع قالت عائلة أليو تقود الأهلي لريمونتادا إفريقية وتنهي عقدة بيراميدز. صدى البلد، قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 في مباراة مثيرة في الدوري. موقع فيتو، ديانج يقود الأهلي لفوز قاتل على بيراميدز في الدوري. نقلت المواقع عن ريني فايلر المدير الفني بعد المباراة، قال أنا كنت واثق من الفوز على بيراميدز، التفكير في سان داونز مؤجل حاليا، بيرتبط بالمباريات اللي عندي. قال أنه بعد الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني
سجل بيراميدز هدف من كره عرضيه، ده شكل ضغط على لاعيبه الاهلي. اكد انه بعد هدف المنافس كان عنده ثقه كبيره جدا في لاعيبته، وقال ان لاعيبه الاهلي ما اهتزوش، ادائهم كان على درجه من الثبات، وصلوا الاداء القوي بكل ثقه وبضغط وبروح عاليه لغايه لما فازوا. اشار فايلر الى انه تعامل مع لاعيب الاهلي بشكل ايجابي وطبيعي على المستويين الفني والنفسي لتجهيزهم لمواجهه بيراميدز نظر لاهميتها في مشوار الدوري، وقال انا لا افكر في دوري ابطال افريقيا دلوقتي، عندي مشاغل في الدوري وعندي ارتباطات مهمه جدا، كل مباراه في وقتها، وكان كل تفكيري في مباراه بيراميدز النهارده، بكره هبدا الاعداد والتفكير في مباراه طلائع الجيش. ده المدير الفني، فماذا عن مدير الكوره؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب قبل ما نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ نستكمل الرؤيه التحليليه، واعتقد البدايه المهمه مع الشيخ طه اسماعيل. كابتن طه اتفرجنا على مباراه ثانيه خالص، خلص الشوط الاول الهادئ الرتيب الممل الى اقصى درجه، ثم شوط مثير واهداف ومدربين اتحركوا بشكل جيد. ايه اللي حصل الشوط الثاني عشان نشوف هذه الاثاره وهذه المتعه في كره القدم؟ والاول بس انا عايز اقول حاجه، ان هذه المباراه انذار للنادي الاهلي. نعم. من حيث المدافعين في الكرات الثابته. صحيح. يعني الكره اللي جابها علي جبر عندها واحده ثانيه انقذ الشناوي. الانقاذ الاسطوري للشناوي. طبعا في مباريات افريقيا كلها هتبقى بالشكل ده. مظبوط. فلابد النادي الاهلي يحرص على هذا الامر سواء ب يعني تدريب علي جبر طالع وكانه في تمرين لوحده. اطوال قليله. نعم. اطوال النادي الاهلي قليله في الكرات اللي زي علي جبر بيطلع فوق الناس كلها. نعم. هتلاقي في افريقيا حاجات بالشكل ده. ولذلك دي انذار للنادي الاهلي ان الكرات الثابته ممكن تحدد، ولذلك بيراميدز ما هدتش النادي الاهلي في الكرات الثابته. كورتين. سواء ديت والثانيه اللي عملها علي جبر لوحده وطلعها الشناوي. في واحده كمان في اخر الماتش. نعم. او في واحده في الاخر دودو الجباس. نعم. انما النادي الاهلي في الشوط الاولاني يعني الحده البدنيه بتاعته قليله جدا، يعني الانطلاق الكرات المشتركه كل دي قليله، البطء موجود في التحركات. ولذلك بيراميدز لعب جيم دفاعي كويس في الشوط الاولاني وكان بيرجع نص ملعبه بالكامل، لكن عنده ادوات في الكرات الثابته زي ما جه الجول. نعم. والكرات الاخرى النادي الاهلي في الشوط الثاني تحمس، وانا بعتبر دي برضو من اقل المباريات للنادي الاهلي، ولكن الروح والحماس اللي النادي الاهلي بيلعب بيه في الشوط الثاني وخاصه في الربع ساعه الاخيره يحصل عليها النادي الاهلي. نعم. ولذلك انا بقول ايه، في اقل من اقل المباريات للنادي الاهلي، ولكن بالقوه الدافعه والروح العاليه جدا وبالضغط الكبير جدا في الشوط الثاني استطاع ان هو يعني مش عايز اقول التعبير ده يعني انها اسطوري بيراميدز اللي ظل يفوز على النادي الاهلي اربع خمس مباريات. نعم. واستطاع ان هو يفوز يعني زي اللغه الدارجه عندنا بالروح والدم يعني ذيك. نعم. اهلي. نعم. يعني مع احترامي للاستاذ عادل امام يعني. نعم. فالروح. نعم. العاليه اللي لعب بيها في الشوط الثاني ديانج عمل جيم كبير جدا سواء في الهدف الاولاني اللي لعبه اتغير اتجاهها او في الهدف الثاني اللي بروح عاليه جدا بيقاتل فيها دي برضه له عاليه جدا، ولذلك هو هدف مالي بحت. يعني مساله ان الاهلي بيلاعب بيراميدز ولازم يكسب هي في حد ذاتها بتشكل ضغط، بصرف النظر ان انا كنت ارى ان الاهلي كان متفوقا في اللقاءات الثلاثه من الناحيه الفنيه وناحيه الفرص وناحيه استحقاقه لضربات جزاء لم تحتسب. الضغط ده مع استقبالك لهدف ما انتش متوقعه ولكن في قدر كبير من الاخطاء. اي فريق لا يملك مقاومات البطل والنهوض والحماس انه يرجع يقاتل عشان يعوض يتعادل وبعدين يحاول يكسب الاهلي ينفرد بهذا حقيقي يعني. فالريمونتادا خلينا نتطور مع اولادنا، الريمونتادا كانت رائعه على مستوى النتيجه مستوى المحاولات. يعني انا عندي احمد ثابت دكتور احمد ثابت طلبت منه يعمل لي شويه قدم تحليلات رقميه هائله وهو يعني ودقيقه يعني خليني بعد ما نقول الراي الانطباعي او الراي اللي فيه فزلكه فنيه نعتمد الارقام. هل كان فوز الاهلي بجداره؟ الارقام بتقول كده، استحواذ 57%
التمريرات 120 تمريرة زيادة، يعني 450 ل 331. العرضيات 32 عرضية للأهلي مقابل 15. عدد المحاولات على المرمى 11 مقابل 7، منهم 5 مؤثرين. الركنيات 6-5. حتى الأخطاء، ما أنت لما تكون الأخطاء لصالحك أكتر، ده دليل إن أنت اللي ماسك كرة أكتر وإن أنت اللي بالأخطر. أي. ف 23 مقابل 16. إذا هو فوز بجدارة، خلينا من الآخر كده. أي. وكل فوز اتفقنا عليه أو بننتقده، أرقام الأهلي دائما وهو وحش تقول لك إن هو صاحب الفرص الأكتر، صاحب الاستحواذ الأكبر، صاحب الجدارة. الجدارة بتيجي وانت مش كويس، بمخزون خبرات، بمهارات أفراد، بروح عالية جدا، إلى حد كبير بيبقى فيه التزام بالكلام. ليس من قبيل الصدفة إن كل مرة يعمل فايلر تغييراته تكون مؤثرة. يقعد بقى نتفق أو نختلف معاه، نقول اتأخرت وما اتأخرتش، ليه بتبتدي كده طالما إنك تقدر تعمل كده؟ يمكن هو عايز عشان التغييرات تكون مؤثرة إن الفرقة اللي قدامك تكون خلاص مجهودها ومخزونها البدني، فالقوة بتاعتي تقدر تكون ربما ده يكون في تفكيره. أيوه. عندنا لعيبة كتيرة تقدر تكون تغير ميزان القوة، مهارات كتيرة يقدر هو بمرونة يستخدمها. طب هو غير قلبي الدفاع، باصص لحاجة، باصص لحاجة. الراجل يا جماعة مش عشوائي، هتتفق معاه هتختلف معاه في رؤيته، بس ما هوش راجل عشوائي. يعني يقولك ده بيلخبط الأوراق، مش عشوائي، بيفكر في حاجة. وكل مرة بيثبت لنا إنه هو فيما بعد، يعني انا بلعب محليا بعمل حاجه النهارده عشان اقدر اعمل حاجه تانية في افريقيا. طب انا النهارده خلي بالك من نقطه مهمه جدا، انا جاي، انا خايف، كنت خايف من الماتش ده ليه؟ جاي من احتفاليه. اولا كل ظروفها مباراه عصيبه، لكن تاهلت من رحم المعاناه دي عشان ترجع اللعيبه للمود تاني، للمود التحدي بتاع المحلي، امر مش سهل. فهو الحقيقه الدنيا ماشيه كويس وربنا يكمل على كده. طيب ده كان راي الشيخ طه اسماعيل، انه صحيح كانت الحده البدنيه ربما اقل شويه لكن الروح كانت عاليه والاصرار على الفوز كان موجود. هل هو نفس راي الكابتن حازم امام ولا لا؟ نسمعه. كابتن حازم، من الجانب التكتيكي وده مهم جدا، الدقائق الحاسمه في المباراه مشيت ازاي؟ التغييرات هل فرقت مع اداء الفريقين ومن ثم النتيجه؟ يمكن الراجل بتاع بيراميدز انا شايف زي ما قال كابتن طه ركب فرقه الاهلي كتير قوي اخر ربع ساعه بسبب التغيير. الماتش كان ما فيش فرص لا هنا ولا هنا، الماتش كان زي ما هيكون الشوط الاول، الاهلي مسيطر لكن بلا استحواذ بشكل كبير او بلا خطوره. التغيير ده رجع يعني اسلام، كان بيلعب على اسلام وجون انتوي هم اللي بيهاجموا شويه او بيمسكوا الكوره شويه، راح مرجع طبعا عبد الله بكري، لعب ثلاث سد باكات وخد اسلام طلعه بره، وبالتالي الكره بتطلع من لعيبه بيراميدز بس ما تطلعش على حد، فبالتالي على طول بتتقطع في نص الملعب وترجع تاني الهجمه. يعني ضغط فرقه بيراميدز بشكل كبير جدا جدا الاخر ربع ساعه. على طول الكره الثانيه كانت مع لعيبه الاهلي، اي ما الكره بتتقطع من ال 18 بتتقطع لكن بتطفش، وبالتالي الاهلي بياخدها ويرجع تاني، فعلى طول مضغوط. الفكره دي عقيمه جدا، انت بتلعب بثلاثة وبتشيل اللي عندك انه ممكن يلعب كورة او تلعب له في مساحة، ده متهيألي تغيير عمل خلى النادي الاهلي كويس. بلس فايلر تغييراته متأخرة جدا، يعني خلينا نكون تأخر جدا تغييراته متأخر وغلط، يعني انا وجهة نظري قفشة ما يطلعش، كان حسين الشحات اللي يطلع وينزل وليد سليمان. هو بيطلع قفشه، ما اعرفش دي دايما، مع ان قفشه هو الوحيد اللي، وحسين النهارده مش في احسن حالاته خالص. كان وليد بيلعب ناحيه الشمال بيلعبها كويس، يعني ناحيه اليمين بتاعت حسين. نفس الكلام لمروان برضه اتاخر جدا في تغيير، يعني هما التغييرات تمام بس هي تغيير قفشه كان لازم يبقى قفشه يفضل موجود. حسين الشحات من وجهه نظرك وليد لازم كان حسين الشحات وقفشه يفضل موجود، لان قفشه مش وحش، قفشه كان كويس وبيكمل اللعب وبيشتغل، ومقارنه بحسين او باجايي او بمروان لا هو احسن من الثلاثه ما بيظهروش بشكل كويس. وبالتالي يمكن ده اللي خلى الاهلي مش عارف يوصل لجون بشكل الطبيعي. يمكن وليد هي الكره اللي عملها دي، لكن الاهلي النهارده ما وصلش جون بكره ثابته. طيب اخيرا تعامل الاهلي مع كور ثابته
وانصفته. ودي حاجه نقطه برضو كويسه، ونقطه بتقول ان الضغط بيغلط. مش عايز مناقشه ان الضغط بيغلط. يعني ان قالوا ديانج يقف في الحته دي برضو خليك فكر فيها كده. يعني انا بقى لو انا المدرب بتاع بيراميدز، ها، او انا لو مشجع بحط معايير النقد لبيراميدز، ازاي بقى في راجل مرتين يبقى فاضي في الحته دي بالطريقه دي؟ كل ما ترتد كره من الدفاع يقدر يشوطها بالاريحيه دي. فده نتيجه الضغط. فلما تشوف عد الناس اللي كانت موجوده في الملعب هي ساعدته انه يبقى يفضى، وواضح ان دي تبقى تعليمات، ما تواجهش كده بالطريقه دي بالصدفه، مواجه للمرمى جوه ال 18 وناس طويله بتنط بتهيئ كور بالهيد. دي مش ممكن تكون اعتباطها، لكن في نفس الوقت ايضا تحسب ان في اخطاء مقابله بتخليك تقدر تستفيد من هذه الاخطاء. طيب الجهاز بقى كيف يرى ما حدث؟ كابتن سيد عبد الحفيظ مع الزميل كريم احمد مراسل قناه الاهلي في ملعب المباراه، نشوف كابتن سيد شاف اللي حصل ازاي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، والفوز مطلوب ومهم، وتحديدا كمان امام بيراميدز. عايز اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره على الجيم بشكل عام. الاصرار يا كابتن سيد والشخصيه النهارده، يمكن اخر 10 دقائق في المباراه هي دي شخصيه النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي. بغض النظر على الظروف اللي حصلت، اداء اكثر من النادي الاهلي، تصميم واصرار، والحمد لله حققنا الثلاثه بوينت. الحمد لله. طبعا يمكن ممكن تبقى في المتناول، كانت ممكن تبقى اسهل من كده لو كان فيها الشراسه اللي كانت موجوده في اخر نص ساعه، لكن هي المباراه اللي زي كده ممكن تخلص بهجمه مرتده، ممكن تخلص بكره ثابته. يعني اعتقد ان الجول اللي احرزه بيراميدز يعني استفز لعيبه النادي الاهلي وشخصياتهم، وبانت جدا بعديها الاصرار والعزيمه والشراسه اللي انا اشرت ليها هي اللي كانت موجوده في النص ساعه الاخير. الحمد لله طبعا مباراه كبيره ومباراه مهمه وواحده من المحطات الصعبه في المشوار الدوري. يمكن خلاص ما فيش وقت يا كابتن سيد، يعني بكره في تمرين، عندنا الطلائع وعندنا مصري وعندنا سوبر، عندنا امور عاديه جدا الفتره القادمه، لكن كابتن سيد هتعدوا لمباراه الطلائع ازاي نفسيا وفنيا مع مستر يونيفايز؟ من الحاجات كمان اللي كانت قلقاني جدا في مباراه النهارده، ان الناس كلها بعد القرعه بتاع امبارح كلها بتتكلم على مباراه سان داونز. صحيح مباراه سان داونز مباراه قويه جدا جدا، لكن مهم جدا ان انت كمان تحطها في مكانها. هي مباراه قويه والثمان فرق اقوياء وكل اطراف الدور الثمانيه اقوياء، مش هتنقي انت لو عايز تاخد بطوله، مش هتنقي هتلاعب مين ومش هتلاعب مين يعني. فالناس كلها راحت في اذهانها وكلامها وتصريحاتها على مباراه سان داونز، ونسيت ان احنا عندنا محطه مهمه جدا النهارده. كانت من الحاجات اللي كانت قلقاني جدا جدا، وكانت يعني مش نقطه ايجابيه، لان صحيح مباراه سان داونز قويه وفي واحده من المحطات المهمه في التتويج الافريقي، لكن في النهايه انت عندك يعني بطوله كمان السوبر، وعندك قبلها مباراتين في الدوري او ثلاثه في الدوري بيراميدز، ثم طلع الجيش، ثم المصري، وبعدين هترجع كمان بعد السوبر لمباراه محليه مع الزمالك. فاعتقد ان ده كان مهم جدا يبقى في التفكير في الشكل ده، ان انت ما ينفعش تفكر في خمسه او سته وانت لسه عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه. يعني الانذار اللي اخذته كابتن سيد حفيظ، الناس هتتناول بعض بقى الامور، ايه اللي تم وكده، ايه اللي تم بين حضرتك وبين كابتن ابراهيم؟ انا حتى لما كابتن ابراهيم نور الدين حسب اربع دقائق انا كنت اتمنى خمسه يعني. فالناس بتقول لي يعني ليه ايه الفرق من اربعه لخمسه؟ لا، الدقيقه مع النادي الاهلي تفرق كتير جدا. اربعه غير خمسه، الدقيقه صعبه جدا على اي فريق لما بيلعب النادي الاهلي، وخصوصا لو متاخر او متعادل يعني. فالدقيقه لا تفرق جدا. انا كنت اتمنى ان يبقى الصفاره تقل شويه، كنت اتمنى كده، لكن في النهايه اعتراضي مش على 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 لعبه، او اعتراضي على على موقف ولا حاجه. انا اتمنى ان اللعب يبقى اكتر شويه، اللعب يبقى كتير، يبقى يعني الـ ما يبقاش في توقف كتير. كان فوز 13 مباراه على التوالي ده يحملكم جزء كبير جدا بالنسبه للفني والاداري، واللعيبه كمان محملهم امور كبيره. الارقام حلوه وجميله وتاريخيه وكل حاجه، لكن انت كمان بيبقى عندك اهداف عايز تحققها يعني الانتصار والمعنويات والدوافع مهم قوي ان انت ما تقطعهاش ما توقفهاش، فده مهم جدا في الحسبان يعني. شكرا. يعني ضغط اخر ذكره الكابتن سيد، الارقام تبتدي الارقام تشكل لك ضغط، وجمهورك عايزك تستمر كده، تيجي تتعادل لا قدر الله يحصل نتيجه من نتائج كره القدم. لا طبعا، هي اصل كره القدم مش اللعبه اللي الطرف الافضل لازم يفوز، ما فيهاش كده، ما هيش اللعبه العادله قوي، لان مرتبطه ب ب ب يعني ما هياش يعني. في كره السله الكره الطائره حاله اللعيبه في الملعب بتحسم، الفريق اللي بينط اكتر بيضرب اقوى، اللي في الفولي يعمل كده، الباسكت نفس الشيء، اللي النهارده انا عندي ثلاثياتي ماشي يبقى انا فرصي اكبر. في كره القدم انت تبقى متكتل وناس ماسكه فرقه بتعمل فيها كل فنون كره القدم، لكن التكتل بيضيعك، العرضه بتعملك، الحكم في الاخر يحسب عليك فاول من يروح جاي في الجول.
الحظ يساند حد ويعني. ولذلك كابتن سيد قال كل اللي اتمنى ان يقوله مسؤول مسؤول. طيب كابتن سيد المدير او مدير الكوره قال اللي يقوله المسؤول المسؤول، هل هو نفس الكلام اللي يقوله المدرب المسؤول كابتن سامي قمصان المساعد المدرب ولا لا؟ نسمعه. كل التحيه ليك يا باشمهندس عادل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكثر من رائع وكان مطلوب بالتحديد امام بيراميدز، فريق عنيد وفريق صعب، لكن الشغل الكبير الفني اللي بذل خلال الايام الماضيه هي دي نتيجته بالتحديد. شخصيه النادي الاهلي والاصرار وكل الكلام ده هنتكلم معاه اكيد مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. بغض النظر يا كابتن سامي على التحضيرات الفنيه اللي كانت على اعلى مستوى خلال الايام الماضيه، لكن الشخصيه والروح والاخر دقيقه عندنا اصرار ان احنا لازم ناخد الثلاثه بونت. هو ده النادي الاهلي وهي دي لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت قلت يعني هو ده النادي الاهلي وده تاريخ النادي الاهلي وده قدرات النادي الاهلي وده مكانه النادي الاهلي. يعني اعتقد مباراه مستحقه لينا الحمد لله. يمكن عاوز اقول برضو ان الناس اللي كانت بتتكلم مثلا ان في فرقه بيراميدز حظها عالي النادي الاهلي، ده دي كوره يا وردان، لكن عمر ما عمر حتى لو كان لا قدر الله حصل حاجه عمر التاريخ ما هتقارن فرقه، مع احترامي كل التقدير طبعا لفرقه بيراميدز، يعني عمرك ما هتقدر تقارنها بالنادي الاهلي. لكن الحمد لله اعتقد ان ادينا مباراه كويسه، كان عندنا الحمد لله تصميم واللعيبه عندها تصميم اللي هي تحقق حاجه لجمهورها، واعتقد ان دي بدايه سلسله انتصارات ان شاء الله لينا. وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي كان محتاج الانتصار ده، يعني الحمد لله وده الاهم، يعني ان انت طرد جمهور النادي الاهلي ده الاهم بالنسبه لمنظومه الكوره في النادي الاهلي عموما. يعني فبارك لجمهور النادي الاهلي طبعا، وبارك مجلس الاداره والجهاز الفني، وان شاء الله نواصل ان شاء الله ونحقق لتحقيق الاهداف اللي جايه ان شاء الله. الكل كان ظاهر بشكل جيد، لكن انا بذكر اليو ديانج لان الحقيقه كابتن سامي يعني عنده الحته بتاع شخصيه النادي الاهلي، ولسه كمان لما يخش في المباراه بشكل كبير وينسجم اكتر من كده هنشوف لاعب رائع ومميز عنده روح كبيره جدا، وبانت النهارده بيحرز هدف والتاني غير الاداء المميز. يعني حابين نديله حقه من خلال الكابتن سامي. هو طبعا لعيب مميز جدا بدليل النادي الاهلي تعاقد معاه، يعني انت عارف النادي الاهلي دايما عنده رؤيه كويسه خصوصا اللعيبه الافارقه. هو لعيب واعد، لعيب صغير محتاج اللي هو كان يلعب، ويمكن كنت معاك قبل كده في لقاءات قبل كده قلت لك ان كل ما هيلعب اكتر هتبان امكانياته اكتر، لان هو لسه عنده كتير جدا. يعني يمكن من الناحيه الهجوميه دي بدايه اليو ديانج في الناحيه الهجوميه، يعني عنده انطلاقات كويسه، عنده تصويب كويس، بيقدر يكمل كويس في ال 18. فاعتقد ان هو ان شاء الله يبقى بدايه كويسه، وبارك له طبعا على الهدفين والمستوى اللي ظهر بيه ده طبعا، وبارك طبعا لكل الفرقه طبعا. يعني مفيش وقت وخلاص مفيش راحه، عندنا طلع الجيش وعندنا مصر وعندنا السوبر والزمالك، لسه المشوار طويل جدا. لكن انا عايز اتكلم عن المباراه القادمه، مباراه طلع الجيش، مفيش وقت وفي تدريب بكره بالتاكيد يا كابتن. عندنا تمرين ان شاء الله 10:30، وزي ما انت قلت كل مرحله بتخلص بتبدا في مرحله جديده، مباراه مهمه جدا طلع الجيش برده نفس القصه، لان كل دوت انت بتستعد للي جاي، بتستعد للزمالك، وبعد كده استعد الزمالك لسان داونز، بعدين سان داونز ان شاء الله. هي دي سلسله النادي الاهلي، وده قدر لعيبه النادي الاهلي دايما تحت ضغوط، ودايما لازم يكون في انتصارات ولازم يكون في بطولات. اعتقد ان مسؤوليه كبيره قوي للعيبه ان شاء الله يكونوا على قدها وجهاز على قدها ان شاء الله، ونسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، اداء اكثر من رائع. ويمكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي كان متواجد في المدرجات كان ليه تحافز كبير جدا، وشجع بكل القوه اللي متواجده معاه، يمكن هي دي كمان اللي كان ليها تاثير جدا. اخر خمس دقائق في المباراه تحديدا كان هتاف كبير جدا للنادي الاهلي، والروح والاصرار والعزيمه والجديه، كل حاجه عايز تقولها على النادي الاهلي في مباراه اليوم تقدر تقولها ان شاء الله. موفقين باذن الله خلال المباريات القادمه وتحديدا مباراه طلائع الجيش، يستمر النادي الاهلي في تحقيق الانتصارات وايضا كمان اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان شخصية موزونة وجميل وهادي ونفسه هادي، وأغرب لعيب داخل منتخب مصر. دخل منتخب قبل ما يجي الأهلي مش كده؟ لا 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 لا، لا. أنا جبت الاستغناء العصر من جمهورية شبين، من جمهورية شبين. رحت أنت وكابتن محمد رمضان. كابتن رمضان فات عليا، رحنا، يعني بحكي لك قصة المشوار ده. لأن عايز أحكي لك الجزئية دي، إزاي يخش اللعيب ده المنتخب؟ احنا سامعين عليه انه لعيب بلاي ميكر من الطراز التقيل يعني. فانا رجعت لقي تليفون خالد مرتجي، قال لي مستر كرول بحكي له ان النادي الاهلي جاب لعيب تحت السن، كان ماسك المنتخب الاولمبي، كان كان شغال يعني له دور اداري في مع كرول. لا هو كان المنتخب بيعسكر في المركز الاولمبي في المعادي، او كان هو في المركز الاولمبي، المهندس خالد مرتجي كان بيدير أيوة. المركز الاولمبي. فقال لي انا قاعد معاه بدردش بقول له الاهلي جاب لعيب كذا كذا، قال له طيب ما
لما شكرت له فيه قال لي طيب ابعته اشوف بكره اشوف. فقعد لي ممكن يجي بكره، قلت له استاذن الجهاز الفني، استاذنت. قال له يروح. رجع من هناك راح مكلمني قال لي مستر كرول، كرول بيقول لك ابعت الباسبور بتاعه. نزله التدريب شافه. مش كده بقى، راح ولعب اول ماتش وعمل جون وجاب جون. يعني مش مثلا راح اتركن وبقى احتياطي يلعب خمس دقايق، نزل في التشكيل الاساسي. هو كان لعيب. تعرف انا فاكر رود كرول ساعتها قال مقارنه بين حازم امام وسامي والاثنين كانوا في نفس الفرقه. قال سامي مش اقل من حازم، بس الفرق حازم بيلعب في النادي، سامي ما بيلعبش في النادي، كان لسه ما اخدش فرص للعب. ده هو ما لعبش. ايوه ده هو خده من غير ما يلعب في النادي. بالظبط ما لعبش. ده لعب عنده يعني، هو لعب دولي الاول. صحيح. طيب في يعني زميلنا كريم احمد الحقيقه هو بيوصف اجواء الملعب النهارده، قال الحضور الجماهيري برغم ان هو قليل الا انه كان مؤثر. وده بيخلينا اتمنى بجد مباريات افريقيا للانديه المصريه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه. الزمالك المصري عنده مباراه مع نهضه بركان، وكمان بيراميدز عنده مباراه مهمه مع زناكو الزامبي. اتمنى انه يسمح بالعدد الكامل للمدرجات بالتنسيق مع الانديه، بوضع الضوابط الكامله، بتفعيل مشروع تذكرتي، لانه فعلا الانديه علشان تبدا تدخل منافسات قويه عايزه هذا السند الجماهيري الكويس، وعايزه من كل الاطراف تتعاون، الجمهور يتعاون ويقوم بدوره بكل الانضباط والالتزام، ادارات الانديه ايضا بعد تفعيل مشروع تذكرتي يتم التنسيق الكامل مع كل الجهات المسؤوله علشان كل اللي فريق يلاقي جمهوره في ظهره في مناسبات مش هتبقى سهله. هنروح نلعب في تونس في اجواء شديده المسانده، في جنوب افريقيا نفس الحكايه، بقيه المنافسين حتى المصري لما هيروح المغرب. فنتمنى انه دي فرصه كويسه جدا، كل فرقه تستعيد جمهورها، الجماهير تتعاون وتنضبط وتلتزم، لانه خلاص انت مش مطلوب منك حاجه غير ان انت تساند فرقتك. قرارك في ان انت تساند فرقتك بكل الكثافه والدعم والحماس قرارك انت، انت اللي تملكه في ان انت تساند وتساعد وتلتزم وتنضبط وتقوم بواجبك. كل الاطراف تقوم بواجبها لانه الانديه المصريه على المحك. نتمنى ان شاء الله تلقى كل الدعم الجماهيري. دعونا ناخذ بالاسباب ونعمل اللي علينا كلنا، والباقي من عند الله سبحانه وتعالى التوفيق باذن الله. زميلنا كريم احمد التقى ايضا محمود متولي، واحد من اللعيبه الجوكر الحقيقه. محمود متولي اذا استخدمه ريني فايلر هاف ديفندر بيأدي باجاده عاليه جدا، اذا رجعه في قلب الدفاع بنشوفه ايضا لعيب عند حسن الظن بيه. نشوف محمود متولي مع كريم احمد. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكثر من رائع على نادي بيراميدز، واحد من اهم الفرق في بطوله الدوري العام. لكن سريعا كابتن محمود متولي نجم نجوم النادي الاهلي، ببارك لك كده كابتن محمود على الاداء وعلى النتيجه وعلى الاصرار وعلى كل حاجه النهارده. يمكن شخصيه النادي الاهلي بانت بشكل كبير، هو هدف النادي الاهلي عنده الثلاث نقاط، ما يبصش لاي حاجه ثانيه يا كابتن محمود. اكيد طبعا مكسب مهم وكبير كده النهارده. يمكن مباريات السنه اللي فاتت كان حافز لينا في ان احنا ربنا يكرمنا النهارده، كنا عايزين ناخد الماتش، كان هيفرق جدا معانا. الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا 3 بونت، هو ده كل اللي كنا عايزينه من المباراه. مش مهم بالنسبه لنا اي احداث، لكن الحمد لله خرجنا باللي احنا عايزينه وربنا كرمنا الحمد لله. التحضير النفسي مع التحضير الفني ده امر مهم جدا على ما اعتقد. مستر ريني فايلر معاك بشكل شخصي، عايز اتكلم على الامر ده، بيتكلم معاك ازاي وبشكل عام مع الفرقه بيحضركم نفسي ازاي يا كابتن محمود؟ يمكن هو بيدينا حوافز للمباراه، هو راجل بيتعامل معانا نفسيا او معنويا كويس جدا، بيعرف يتعامل. لكن كل لعيب برضو عنده أهداف وعنده طموحات ولازم يكون حاططها قدام عينيه، والحمد لله كل اللعيبه حاسه بقيمه التيشيرت اللي احنا لابسينه. وتقريبا كان باين النهارده في الملعب عندنا الفتره الجايه مسؤوليات كبيره جدا لازم نركز فيها يعني. كمان يمكن الميزه الموجوده في كابتن محمود متولي ان بيلعب ديفندر متواجد، ممكن تلعب مساك متواجد، ودي نقطه مهمه جدا بتسعد اي مدير فني، وده يمكن اللي شفناه مع مستر ريني فايلر في اي مكان متولي متواجد.
طبعا الحمد لله يعني دايما مش هقول لك دي امكانيات لعيبه، لكن انا اتعودت ان انا اعمل كده في الماتشات اللي فاتت. يمكن لعبت في مركزين او اكتر، لازم تحط في دماغك كلاعب المنتاليتي ان انت تكون تعرف تحدد انت البوزيشن بتاعك محتاج ايه بالظبط. الحمد لله بحاول اعمل كده على قد ما اقدر يعني، ويمكن الفترة اللي فاتت ممكن يعني مشاركة ما كانتش كتير، بس اتمنى الفترة الجاية ان شاء الله اكون موجود بصفة مستمرة، والحمد لله يعني بعمل اللي عليا وبحاول اجتهد، وان شاء الله كرم من عند ربنا باذن الله. رقم كبير جدا طلائع الجيش المصري للسوبر للزمالك، امور كثيره جدا، لكن هي الخطوه القادمه طلائع الجيش، ما فيش في تدريب بكره، ما فيش وقت، حطينا في اجواء والاستعداد الخاص للمباراه القادمه يا كابتن. بالظبط، يمكن قفلنا موضوع مباراه بيراميدز النهارده، نبدا من بكره ان شاء الله نستعد لمباراه الطلائع، واحنا كل لعيبه بتفكر في خطوه خطوه، ما بنبصش لأي حاجة بعيدة يعني، دايما بيحب نحسبها واحدة واحدة، نبص اللي احنا فيه دلوقتي وبعد كده ماتش بماتش ان شاء الله نكون على قد المسؤولية بإذن الله. واحدة واحدة، ده كلام الناس العاقلة. لو انشغلت بهدف بعيد الهدف القريب هيروح مني، فواحدة واحدة وواحدة واحدة يا حبايبي. طيب شفنا مع الزميل الإسلام الشاطر كابتن ناصر عباس ازاي اكد على صحه هدفين الاهلي اللي سجلهم النهارده في مرمى بيراميدز حسما للجدل. طيب اذا كان ناصر عباس اتكلم في قناه الاهلي، طب ما نشوف الكابتن الشناوي في اون سبورت كيف راى، او تايم سبورت كيف راى اداء الحكم ابراهيم نور الدين في المباراه وقراراته فيها. شوف الحاله الاولى الهدف الاول، لو في لعيب في موقف تسلل من الاهلي مش متسلل طبعا هنا لازم الحكم المساعد يعمل عمليه الايه، ان هو ينتظر ويقرر. فطبعا ادي الكره بتتلعب في لاعب هناك ده خالص متسلل، مين اللي بيلعبها بقى اللي مش متسلل. خلاص ما اقدرش اتحكم انه لم يتداخل واللعيب لعبها، ما اثرش على حد، ما منعش الخصم، فبالتالي الهدف صحيح. حتى لما جت في اللاعب الثاني ودخلت المرمى، اللاعب اللي خبطت فيه ودخل لم يكن متسلل، تمام، فالهدف صحيح ما نقدرش نتكلم فيه. نيجي بعد كده تاني، الكره دي يا كباتن هل هي كره؟ لا دي مش كره، الخارجي، نعم، طبقا للقانون العامل الخارجي ما يتدخل في اللعب، نعم، الحكم يوقف اللعب ويستأنف باسقاط، تمام. فاذا الكره الثانيه الخارجي، نعم، شرط ان الحكم يوقف اللعب ان تتداخل وتؤثر على لعب الكره، نعم، اللي بتتلعب. ده القانون اللي بيقول، مش انا، نعم، ده القانون اللي بيقول كده. هنا الكره في ايد المهدي سليمان، هو بيطلعها بره، نعم، اثرت كده تدخلت في لعب الكره؟ لا طبعا. يبقى اذا النهارده مش عايزين نتكلم بقى نقول ايه في الملعب فيه كورتين وكده غير قانوني والهدف غير قانوني، لا، لكن لو المهدي سليمان ساب الكره في الحته دي وبعدين جت الكره، الكلام ده اقول لك ممكن الكره في المكان ده، يعني لو الكره فضلت في ايد المهدي سليمان كانت تبقى مشكله على المدافع وعلى المهاجم، نعم، لان الكره بتتلعب. فاذا النهارده خروج الكره بالشكل ده راحت ملهاش اي، هنمشي بقى. طبعا الهدف صحيح مفيش تسلل، سالت سؤال حته التسلل مش تسلل، نعم، بتاعت لعب الركنيه، الركله الركنيه لا يوجد فيها تسلل، تمام، ما يعاقبش بالتسلل. لو انا ركنيه واللعيب بتاع الاهلي يعني لعيب النادي الاهلي من هنا حتى لو مش ركنيه كده يبقى اللاعب ده مش متسلل برضه لانه، نعم، مش مسابق الكوره زميله، اللي هو متقدم اكتر عند خط المرمى، وبالتالي التسلل مش موجود. والقرار هنا الهدف صحيح ما فيهوش شبهه، اي شبهه يقول ان هو مش قانوني الهدف. اصل بص فكره ان كورتين يعني، انا سالت الكابتن ناصر برضه في الكلام ده، قال لي تعرف لو الكوره الثانيه دي وهو بيرميها خبطت في الكوره المرفوعه مش تتلغي، ده يتحسب ضربه جزاء باعتبار ان هو اللي عملها، انت استعنت بمصدر خارجي. لا الكوره الثانيه اولا في اعتبار ما حدش فكر فيه، هو الملعب بتاع مين النهارده؟ مباراه البيراميدز، فما حدش حتى يقدر يدعي ان النادي الاهلي هدف الكوره عشان يستفيد من حاجه يعني، والا تبقى احد وسائل اضاعه الوقت، واحنا كنا داخلين على الوقت المحتسب بدل من ضائع في الوقت الحساس يعني. رؤيه الحكم، حكم بص وادى الاذن للعب، الاهلي لعب الكوره، الثاني رماها في الجون ووقف
يعني لم تؤثر عليه، يعني ما راحتلوش على طول وهو كان مدي ظهره، لا صحيح. طيب على ذكر هذا الاسبوع وجدل التحكيم، امبارح الكابتن الشناوي كان له راي في ضربه الجزاء اللي احتسبت للزمالك قدام حرس الحدود وكانت مؤثره، نشوف. هنشوف طبعا ركله الجزاء وانتوا هتشوفوا دلوقتي مكان الحكم وطبقا المسافه اللي هو احتسب منها ركله الجزاء هو فين وركله الجزاء فين والمكان فين. اهو قرابه 15 متر، بعتقد انه مسافه بعيده انه يشوف تفاصيل ده ما حدث ما بين لاعب ما بين لاعب الحرس ولاعب الزمالك، التحامات عاديه يعني ما ترتقيش ابدا لانه ممكن يكون فيها خطا. ده بيجري وده بيجري وراح على الكوره والكوره ليست في متناول ده ولا ده، لكن هو من مكانه كده اعتقد ان هناك دافع لان هو الرؤيه ووضوح يعني وضوح التفاصيل مش عنده. وكمان كان في مباراه الزمالك ودجله الكابتن ناصر عباس في قناه صدى البلد كان رايه انه دجله ليها ضربه جزاء، نفتكرها. الكره هنا الونش طبعا احنا لو شفنا الحاله هنلاقي ان الوضع الايد هنا كابتن هاني مش طبيعي خالص للحد. الايد هنا اعلى مستوى الكتف وبالتالي ده مش وضع، وهنا الايد بنقول ان هي كبرت حجم الجسم وبالتالي ركله جزاء واضحه جدا جدا جدا. وعايز اقول ان هي كمان سهله يعني مش هتاخد جدل من اي حد او مش هتختلف فيها مع اي حد. طيب الوقت بيداهمنا يا باشمهندس، انت كنت عايز تقول حاجه اللي حصلت في المنصوره في تجربه جزيره الورد. شفت في جزيره الورد تجربه مقتنع جدا بيها عايز اقدمها نموذج هديه لان دي تغير واقع تفكير شبابنا واطفالنا ونشوفها بعدين نحكم عليها. نشوفها. السلام عليكم. الهدف من إنشاء الأكاديمية إن احنا نساهم في إنشاء جيل جديد عنده القدرة على التغيير عن طريق تنمية مهاراتهم وتعليمهم علم الذكاء الاصطناعي عن طريق ليجو إديوكيشن. الأكاديمية بتاعتنا مقسمة إلى قسمين، الفترة الصباحية من سن سنتين إلى 5 سنوات بنستخدم فيه الروبوت لتعلمهم العلوم الأساسية بشكل مبسط عشان ده بيضيف لهم متعة في التعليم وفي نفس الوقت بيعرفهم في السن ده معنى كلمة روبوت. الفترة المسائية عبارة عن كورسات روبوتكس وفيها كل مرحلة سنية لها الكتس التعليمية المخصصة والمناسبة والآمنة لأعمارهم. أول مرحلة من سن 4 إلى 6 سنوات وخلالها الأولاد بيبتدوا يعرفوا الطبيعة من حواليهم بتطبيق عملي زي معنى الجاذبية والكثافة، التروس واستخدامها وعلاقتها ببعضها البعض. تاني مرحلة من سن 7 إلى 10 سنوات وخلالها الأولاد بيتعلموا السنسور وتطبيقاته، التوصيلات الكهربائية، معنى التوصيل على التوالي وعلى التوازي. بعد كده بيتعلموا التركيبات في الأول عن طريق خطوات، بعد كده عن طريق الاستنتاج، بعد كده بيتعلموا البرمجة. المرحلة الثالثة من سن 11 إلى 14 سنة الأولاد خلالها بيتعلموا التركيبات والبرمجة بشكل أدفانسد وبيكون عندهم القدرة لتصميم وبرمجة روبوت ينفذ الميشن المطلوبة منه. الحمد لله على مدار 3 سنين اشترك معانا حوالي 250 طالب وطالبة في مختلف المسابقات وحصلنا على العديد من الكؤوس والجوائز. اشتركنا في مسابقات من FLL بمختلف أعمارها، الجونيور والديسكفري، بطولة WRO، بطولة مصر المفتوحة،
واشتركنا في بطولات دولية، البطولة العربية التي أقيمت بشرم الشيخ 2018. الحمد لله الفيدباك بتاع أولياء الأمور على تأثير الكورس على أولادهم سواء على المستوى العلمي أو الشخصي ده شيء دايما بيفرحنا، والنجاحات اللي احنا وصلنا لها لله الفضل أولا وأخيرا. بس لازم أشكر المكان اللي أتاح لنا فرصة للنجاح، نادي جزيرة الورد المنصورة وأستاذ طارق عبد الهادي اللي كان دايما بيستدمنا وداعم لينا وبيوفر لنا كل السبل للنجاح. تجربة عجبتني جدا، ودعيت برضو ان انا اوزع جوائز بالصدفة في المكتبة في مواهب الشعر والرسم والموسيقى، واطفال صغيرين من 5 سنين برضو لحد 14 سنة بيعملوا حاجات مبهرة تخليك تحس بالامل فيما هو قادم من ايامنا، بشرط ان نعمل ادوارنا المجتمعية. يعني تخيل انت جزيرة الورد ده في نادي المنصورة بيعمل ايه؟ ها؟ وتأثيره على المدارك، وتأثيره على الأسر، وتأثيره على كل حاجة. نستطيع أن نلعب هذه الأدوار بشكل أكبر بكتير جدا، والنادي الأهلي مطلوب جدا جدا في المنصورة. بإذن الله دائما كل خير، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.